إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خطوهات، إن عطيت لابد تأخذ، وإنت سالم بحفظ ذات، وإن أخذت لابد تعطي، وإنت خالد بسمو ذات. كلمة الخير الجميلة والله عالم سرها، في بوحها تجمع حوامد. خدوهات مع الشيخ سالم النعماني وخالد الزجالي، كل يوم ثلاثاء من 8 حتى 10 مساء. إن عطيت لابد تأخذ، وإنت سالم بحفظ ذات، وإن أخذت لابد تعطي، وإنت خالد بسمو ذات. خذ وهات الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء. إن عطيت لابد تأخذ، وإن أخذت لابد تعطي. الحياة أخذ وعطاء، خذ وهات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. حياكم معنا لمدة 2 ساعة من الحين حتى 10 عبر إذاعة الشباب. الحياة أخذ وعطاء، صح ولا لا؟ أخذ وعطاء، خذ وهات، متفقين، ما في شيء إلا لمقابل. أخي ما يصير تكون أناني وتاخذ وما تعطي. أنت من المفترض أن تعطي حتى الآخر ممكن يعطيك، وإذا ما أعطاك ما تروح بعد تتشرط عليه، بعد سالفة تراني معطنك وسويت لك وقدمت لك وعملت لك، لكن اللي سويته مبنى روح. فالبعض مع الأسف هذا يعني أحيانا ممكن يكون يقصد أو غير قصد، أحيانا ممكن يقول كلمة حتى، لكن عامية الناس، معظم الناس تلاقيه يعطي ولا حد يعرف عنه أنه عطى. الله. ساعد، ساهم، شارك، أصبح بين الناس. ترى قضية العطاء، ودائما كذا الشيخ سالم يعلمنا، قضية العطاء مو قضية أنك أنت تعطي فلوس، ترى في الأخير حتى ابتسامة وفيها صدقة. الأسبوع الماضي على حسن الظن بالآخرين، أحيانا تشوف الواحد وتقول شوف هذه، يعني تقول يا ربي مالك، بس يوم تجي تقترب منه ولا تعرف منه، لا، ما تقول أنا فعلا أسأت الظن بهذا الإنسان. بجيب لكم قصة، بس خلنا نرحب أول شيء بالشيخ سالم النعماني. أبو محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمستمعات، ولا ننسى سلطان نوجه له تحية كبيرة الحين، تحية كبيرة استاهل سلطان المعمري، تحية لك. تحية لسيف أيضا يهديك التحية، سيف الهلالي. نعم بارك الله فيك. وسلمان أيضا الحاضر الغايب. بارك الله فيك. بس عنده ظروف دراسة اليومين ما شاء الله، بس يسلم عليك. عليكم السلام. وحريص كذا، تصريح الشيخ نسيته ولا لا؟ لا مو طيب. هذه تحياتي أنا خالد الزجالي. أسبوع الماضي واللي قبليه ذكرنا أكثر من قصة على حسن الظن بالآخرين. أيه. يعني إذا شفت واحد زميلك، صاحبك في الشارع، في مقهى، في مكان، لا تحكم عليه من أول نظرة، لا تحكم عليه ومباشرة يعني تألف عليه قصص وكتب.
نسأل الله العافية. وربما البعض حتى ممكن يوصل لدرجة معلقات ممكن يكتب فيه. الله أكبر. قصة من الواقع. مدرس أو دكتور في الجامعة دخل إلى المحاضرة وبدأوا الطلاب يتهامسون، بدأ ضحكهم يظهر وبدأوا يتكلمون على إيش؟ أن الدكتور لابس ساعة حريمية. ساعة حريمية، شيء ملفت للانتباه، صح؟ الله بالسلامة، أحسن نرتب أمورنا قبل. بس القصة فيها أبعد من هذا بكثير. سبحان الله. تموا يتهامسوا ويتهامسوا ويضحكوا ويعملوا ويسووا كذا، حسوا بهذا الشيء. ففيما بعد سألوه قالوا له غريبة يعني دكتور لابس ساعة حريمية وساعة ظاهرة أساسا، في أحيانا بعض الساعات يعني ممكن تكون للاثنين، يعني ممكن يلبسها رجل وممكن تلبسها أيضا امرأة، ما في فرق يعني بينهم، لكن في ساعات أحيانا محددة لا أصلاً. هذه معروف أنها ساعة حريمية وهذه ساعة رجالية، الشكل واللون والأخ بالضبط. شوف الإجابة اللي أحرجتهم. أحرجتهم، قال هذه ساعة بنتي. طيب ليش لابسنها يا دكتور؟ بنتي الوحيدة توفت. الله أكبر. ومن معزة هذه البنت يعني هذه ريحتها، ما قادر فلبس ساعتها. اللهم استعان. انحرجوا الطلاب فبدوا يعتذرون للدكتور. صحيح. انك سامحنا، يعني احنا اخذنا الصورة في البداية ما نعرف كنا تفاصيلها، مثل الطفل المشاغب في الحافلة من زمان في القطار. أحسنت ذكرت. أحسنت هذه القصة. فوضى يقول له عرفتوا هذا؟ أيوة بالضبط. إن أمه ميتة و... بالضبط. والآخر لا، كان مسوي عملية، كان أعمى. أيه. مسوي عملية وأول يوم يشوف. يشوف. فكان أي شيء يشوفه بالنسبة له مستغرب. جديد. أنا إيش هذه؟ يسأل عن شجرة، يقول له أبوه هذه شجرة. إيش هذه؟ هذه سيارة. إيش هذه؟ هذه عمارة. إيش هذا؟ هذا دكان. فهذاك تملل صاحبنا، قال يا أخي عذبت أنت ولدك؟ قال له هذا طالع من العملية توه شايف، أو ربما ظل فترة معينة في المستشفى بس اليوم طالع من المستشفى. فلا نحكم على الناس. الله. لا نحكم على الناس، لأن قضية أنك أنت تحكم ومن غير ما تعرف أحيانا لا صعب. فعلا مع الأسف يعني تطلع بنتيجة مثل ما طلعوا الطلاب ومثل ما طلع هذا اللي كان بقرب الطفل مع والده. وحتى في الحكم ومحمد، يعني في بعض الأحيان خصمك له حق عليك. خصمك له حق عليك. لذلك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ما شاء الله. أيوة. للقرآن جاء يبرئ ساحة يهودي من سرقة تهم بها. سرق درع من بيت أحد المسلمين. نعم. وبلق قالوا هذا يهودي يعني سارقنها. من بيت يهودي هو مسلم. نعم. فنزلت آيات على أن اليهودي بريء من هذا، وإنما التهم ارتكبها أحد المسلمين. الله الله الله. شوف شوف شوف. حقوق هذه وإحسان الظن وتعطي أيضا في أن ننسى كل ذي حق حقه. حقه. وما نسي الظن بالآخرين أبدا نهائياً. ولا ننتظر. أنت ذكرت أبو محمد أن الإنسان ما ينتظر، إذا قدم لا ينتظر أن أحد يعطيه، أن يعطى. يعني فليس المواصل بالمكافي. بالطبع. يعني أنا إذا وصلت خالد قالي هو ما وصلني، معناته أنا أزيد في الوصل مرة ثانية. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لي أرحام يصلهم ويقطعونني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عن من ظلمك. الله. أيوة. فلا يعامل الناس بما يعاملوه به بل يعاملهم بأحسن. وحن عندنا منهج كمسلمين إننا والله هاي فلان له حق وفلان الثاني له حق وفلان الثالث له حق. يعني لو نتحدث عن حقوق، عندما تحدثنا مرة في الحلقات الماضية عن حقوق الجيران، من ضمن الذين لهم حقوق جار المسلم، الجار الكافر. اي نعم. الذي له حق واحد، حق الجوار. الجوار.
فإذا أنا أسأل عن حقه وأدي لأن هذا من واجبي أنا. عادني لي حق ثم يعطيني. نعم. لكن كل ما أنا أديت حق وصبرت أديت واجب وصبرت سيأتيني حق. نعم. في نشاط جميل حقيقة لمركز سلطان قابوس العالي. أيه. رائع رائع. لهم عن الوئام والتسامح والمحبة هذه الأيام بالجامع الجامع سلطان قابوس الأكبر. أيه. في القاعة الجميلة اللي موجودة هناك ومجموعة الحقيقة نخبة رائعة من داخل السلطنة أو من خارجها رائع ما يناقشوا الحقيقة وتجارب جميلة ويضربوا أمثلة يعني ما ممكن تعيش في أي مكان إلا تكون متسامح أكيد ما ممكن تعيش في أي مكان إلا يسود هذا المكان المحبة ولا هذه معيشة مرة خبرني إنسان في الحج قال جانا إنسان من أحد الدول من الجمهورية الإسلامية نعم أيام أحد الشاه قعمان هنا لغرض ما نعم ولما حاسنا يعني قبول وما أدري إيش والناس نعم سافر بعد ذلك انتهت مهمته وسافر فجاء بعد هذه الفترة الطويلة من كم سنة بس يجي يسلم عليهم في البعثة الحج العماني الله 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 يعني ما أقل من 30 سنة 40 سنة ما شاء الله هاي ولا يروح بس عشان يسلم عليهم عشان يعرفهم ما يعرفهم بس لأن عمان أيوة لأن عمان عمانيين يعني ما شاء الله قال جيت أسلم عليكم لأني كنت في عمان عندي مهمة وبعد ما انهيت أنا فقدت المحبة والأخوة في وهذا الحميمية الجميلة أسلم عليكم ما شاء الله والأكثر يعني كثيرة لو كان يا مقابل بعكس قال والله ما بشوفه أحسنت ما صدقت أنا طاير عنهم بعد شبابهم أزيدهم مرة يحدث أيوة يحدث في أي مكان أحيانا ترتبط بالمكان أيوة لأنك أنت يأسروك من في المكان طيب طيب وبإيش يعني الإنسان يأسر الآخر بإيش معروفة أحسنت ما بغوازي ما بغوازي رايحة بغوازي رايحة وياي لكن إيش المعروف والكلمة الطيبة والتعامل الراقي الحمد لله أرقامنا أبو محمد نسيناهم 24-698-51 24-698-51 والدولي 00-9682-4698-218 والرسائل للصي القصيرة 90-45-6 هات لنا علوم أسبوع كامل محمد الثلاثة الماضي هين رحت وهين جيت ومشرق ومغرب وساند وحاضر ما شاء الله اليوم راجع من أصحار وأمس راجع من مصيرة مصيرة قلتي رايح مصيرة مصير والشباب هناك من الرحلات البحرية الجميلة ما شاء الله محاضر القاعدة الجوية زيارة الشباب هناك والجولة في مصيرة حلو مصيرة من زمان ما ماشي من زمان كل حد يتنافس يبوني طبعا محاضرة. طبعا واصل جامع الشيخ سالم جامع القاعدة وجامع جامع الوهيبة ايوه نعم وجامع الفوارس ما شاء الله لكن وعدتهم مرة ثانية لأن هاي المرة كان برنامج مخصص للقاعدة للقاعدة ومستعجل بعد احنا بعد ندورك حكم الضيف مع مضيف ما تقصر فلهم مني كل التحية والتقدير وللإخوة حقيقة على حسن الظن وعلى جزاهم الله خير أنا ما شاء الله يعني ما شاء الله لا أقول لا أستحق الحمد لله من تكريم الله تعالى ولكن يعطوني أكثر مما تستحق أقدم الخير تستحق لأنك أنت تعطيهم أيضا من وقتك ومن جهدك ومن علمك هذا شيء راقي كم يوم قعدت هناك يومين ما شليتني معك ور ما شليتني طيران سلاح الجو الله لهم التحية ما شاء الله أي والله. لهم التحية والتقدير نسور هذولا نسور عمان الله أبطال 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 الله يحفظهم وعلى ماشي الغداء والعشاء كله سمك أيوة أيوة بحر حتى صدنا عندنا رحلة بحرية رحتوا خلونا نصيده ما شاء الله قارب مخصص لمدة ساعتين وإحنا في البحر وأجواهم طيبة الله الله وأهم من هذا ناسهم ناسهم طيبين نعم الله في قمة كل ما رأينا إنسان إذا بيرحب ومتى بتينا ومتى الله ليش جيتنا يومين لا تدقلس أكثر لا يبقى حقيقة يعني الواحد يحس بالطمأنينة والسكينة صحيح صحيح ويتذكر يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم
عندما يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله الله. وكان اليوم عندي لقاء في كلية العلوم التطبيقية بولاية صحار. تحية لهم أيضا هلا في صحار. الشباب هناك ما متقنين. أحيدهم يحرسوك من زمان. ما شاء الله كان محاضر لمدة ساعة وربع تقريبا. وأقولهم من 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 ما نحن نتحدث به وليس بالكلام وإنما ينبغي أن يكون واقعا. فعل فعل. هو عفو النبي صلى الله عليه وسلم عند المقدرة. عليه الصلاة والسلام. ذكرت لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعامل مع الناس معهم قد نابذوه العداء ولكنه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله. وقال اللهم اهدي قومي. فإنهم لا يعني لا يعلمون. وقال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده. شوف الـ شوف الـ أقول لهم رقة التعامل. لا نكتفي نحن بالكلام يعني كفى الكلام. نعم نعم. والكلام بدون عمل أبو محمد لا يؤدي. وأقول لهم قد تسمعون في بعض الأحيان من يستفزنا كمسلمين. نعم نعم. في الكلام في شخص الرسول صحيح عليه الصلاة والسلام وحدث. ولكن نحن قبل ذلك نحيي سنة الرسول في حياتنا في قاعات الفصل في قاعات الصف بالضبط. وأقول من المعلم والطالب في منزلة الأب مع ابنه والابن مع أبيه. الله. وإذا خل الفصل الدراسي من هذا فأن للطالب أن يستفيد من أستاذه. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وهذا من حقوق الذات. والأهم أبو محمد نتخلق بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا هو. وهذا رد لمن يشكك أو لمن أحيانا يتهم أو أحيانا يستفز أو غيره. ما في شيء. تقول محمد ما ننتظر ردود الأفعال. حبنا للرسول عليه الصلاة والسلام سواء يعني في بعض الأحيان يتكلم إنسان فنصيح أو أنصف الرسول. الرسول من قبل الله نصفنا. الله محتاج. الله يقول وإنك لا على خلق انتهى عظيم. الله. فإحنا ما ننتظر من إنسان يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص. ولا ننتظر أيضا من إنسان يذم الرسول أبدا. لأنهم ذموه في حياته بالضبط وما أثر في ذلك. نعم. يعني قالوا لساحر قالوا لمجنون قالوا لكذاب قالوا إنما يعلمه بشر شاعر وغيره شاعر. نعم نعم. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصل وإلى آخره. يعني كلام ما شو اسمه حتى حمالة الحطب يعني تقول محمدا إيش أتينا ودينه قلينا تسميه مذمم ما تقول محمدا مذمم. فقال الحمد لله الذي يعني سماني محمدا وهي تعني مذمم. الكلام ما تعني ما شوف الله عشان يبعد عن الصحابة. الله شوف الرد يقول تتكلم عن مذمم وانا اسمي محمد. محمد انا ما لي علاقة به. خل تلعب تلعب سبي صدقني في هذا صحيح هذا بيطيح هي بتتأثر والآخرين بيكونوا يعني ضدها يعني اكبر رد. وذكرت لهم كيف ان بلقيس تلك المرأة التي اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم, نعم. عندما شاورت قومها. نعم. وفكرت بالعقل لا بالعاطفة. زين إني أرسل إلي يعني كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الملأ وأفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة والأمر وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله. هذا التشاور بين الملكة وبين نعم. وبين الرعية وتحكيم العقل. حتى أدى بها هذا العقل إلى أن تسلم مع سليمان. صحيح. لله رب العالمين. وأيضا سليمان أقولهم أنتم كطلبة وكأساتذة شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العلم على نعمة الأمان على نعمة الصحة على 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 قد يؤتى إنسان علم والعياذ بالله يبتغي به غير وجه الله صحيح سبحانه وتعالى. صحيح. ويؤتى مال. ضربت لهم مثال قارون. نعم. وضربت لهم إنسان أوتي ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نبي سليمان. نبي سليمان. زين. نعم. وإذا به يقول هذا من فضل ربي. الله. ويقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. شوف رجع على من؟ وعلى والدي وأن يعني أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيوة. وتفقد الطير فقال ما لا ما لي إلا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا. شوف. أو لا ذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به
وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني واحد يكلم الطير بعد ايش باقي. الله 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 الله. اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ايش الحكمة هذه؟ ايش هذه الحكمة؟ شوف ان ابو محمد الشكر الشكر على النعمة هو اللي يخليك أنت تستمتع بها. صحيح أحسن. أما والعياذ بالله إذا كفر أهل الإنسان ترى ضرب الله، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا. شوف النتيجة، أصبحوا العياذ بالله ونسأل الله السلام والعافية. أمين يا رب. ونعيننا حقيقة على ذكره وشكره. نعم. زين أصبح الجوع والخوف ملازما لهم كما يلازم الثوب لابسه. لا إله إلا الله. أنت إيش من حياة لما تكون لابسنا لابس تنر. نعم. ما تفارقك يا الله. مثل كي الجوع والخوف. الله أكبر. إلا من يكفر هاي النعم. سبحان الله. وعاد سبحنا وياهم. يوه ما شاء الله ما شاء الله. حقيقة الأنفس الشباب اللي محتاجين تزكية الأنفس. بالضبط أحسنت. أقولهم ديننا الحنيف أحكامه تعاليمه ملأ يعني بأن تظهر حقوق النفس. نعم. علينا نحن. نعم نعم. لأن أقولهم مرة واحد من الدكاترة يقول لي أنتو تكرهون علم النفس، قلت له دكتور احنا ما نكره علم النفس لكن أنت اللي كرهتنا في علم النفس. قال كيف؟ قلت له يا لك قلت إن السلام عليكم يا لك قلت النفس بسم الله الرحمن الرحيم. محمد شوف انت لما تدخل على شباب حتى لو مسوين فوضى وتقولهم السلام عليكم يا ابنائي بيهدوا بيردون السلام ما يحتاج. صحيح قاعد من قلبك قايلني. نعم فاهم ليه؟ زين اقول يا لك يوم واحد قلت لنا قال الله يا لك يوم واحد قلت لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. شوف المسلم نعم. مهما كان فيه بس لما تقول قال الله سكت بالضبط خلاص خار الله حتى لو قبل عندك وما ادري. نعم. يقول قال الله تعالى يقول الله تعالى يسمعها آية كعمر بن الخطاب أسلم لما سمع. نعم. الله وقث على ركبتي والقصة المعروفة أول ماشي يضرب أخته وضرب يخطب فاطمة وضرب زوجي سعيد. نعم. ولما قرأوا عليه شيء من سورة طه ماشي عمر وراح عبو. راح فيها. نعم. وداخل على الرسول بسيفه. نعم. زين يوم شافوا الصحابة قال ترى هذا ما جاء إلا لشر إلا لشر قال خلوه خلوه يقبض مني تل أبيبه. قال أما أنا لك أن تسلم يا ابن الخطاب. الله الله. طه ما أنزلنا عليك القرآن الاشقاء. فأنا أقول للمعلمين والمعلمات وكلنا حقيقة القائمين على أمر الشباب أن نغرس في شبابنا هذه الخوف من الله تعالى، هذه القيمة العظيمة التي يعني هو يستلهمها ويسمع الكلام الإلهي ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه والسلام. وهذا حقيقة من حقوق النفس. بالضبط. معانا حد يحرسونا من السلام عليكم. السلام عليكم. أخرناك وايد سامحنا. الله يسلمك. مساك الله بالخير. عمرك عالي. يا هلا وسهلا بيك. الله يسلمك. معك سيف شكيلة طال عمرك. يا أبو عبد العزيز. أبو عبد العزيز كيف حالكم؟ الحمد لله. ما أبو صقر ها؟ أبو صقر بارة الشيخ سالم سمنك أبو صقر. روح. إنزين. والثاني وشيخي الأستاذ سالم النعماني أبو محمد. الله يبارك فيك يا سيدي. كيف حال يا أستاذ العزيز؟ مشكور الله ولدكم أنا ولدكم. ما ولدنا طال عمرك أنت 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 والدنا وتاج راسنا وأبونا وكل شيء بالنسبة لنا. أنا سمعك باغي نخطب. إنزين. يشرفنا طال عمرك يشرفنا طال عمرك الله يسلمك. الله يحفظك. بس ابتسامة المساء يعني. أيوة أيوة أيوة. حريص كل حرص كل حرص أنتظر هذا اليوم صغر. أول ما جبت برنامج أنا مخلينا سبيكر ومعطر جميع يا أعداء مالي اللي هرب إني أشارك في هذا البرنامج. طيب. تشريف يا أبو عبد العزيز تشريف. الله يسلمك. الله يبارك فيك إن شاء الله. الله يعطيك والله الصحة. والله حقيقة البرنامج طبعا يعني شاهدنا فيه مجروحة طبعا يعني ما نريد نزيد فيه وطيب وما طيب هذا الكلام خلاص هذا المفروغ منه فعلى طول ندش للسالفة. جزاك الله خير. تفضل تفضل. بارك الله فيكم. عموما حقيقة في 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 يعني طار الحديث اللي تطرقته في في بداية البرنامج. نعم. اللي هو التسامح والأخذ بالمعروف والكلمة الطيبة وحسن الظن بالآخرين وحسن الظن بالضبط. نعم نعم. أنا حقيقة ما أريد أطول في المكالمة كثير لأن عارف آلاف المستمعين حابين يشاركوا في هذا البرنامج الطيب. بارك الله فيك. أنا عندي قصتين الحقيقة في حياتي قصص كثيرة طبعا. نعم. بس من ضمن القصص أنا حبيت أتطرق لقصتين اللي هي قريبة من المجتمع والشارع العماني. نسمع. أول شيء
أول شيء صديقي وعزيزي ويعني والدي في مقابلتنا أستاذ خالد الزجالي اللي هو أبو محمد يتكلم معي الحين. اسمع أنا اسمع كثير كلام يا أبو محمد. يا أبو عبد العزيز، يا أبو عبد العزيز، يا أبو عبد العزيز، تو قلت حال الشيخ سالم الوالد غمض غمض مار علينا كلنا الوالد والوالد يا الشايب. المسلم يتخذ أكثر من موطن، فإحنا نتخذ أكثر من واحد أيضا. زين زين تفضل. أنا حقيقة يعني تخرجت من هذا الشخص ووجدت فيه التواضع، التواضع اللا محدود، الابتسامة الطيبة، الطيبة، كل شيء طيب. فأنا ما أريد أتطرق أكثر من ذلك. بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه نقطة. النقطة الأخرى، احنا تشرفنا والحمد لله رب العالمين في زيارة الديار المقدسة في الموسم الحج الفايت. نعم الحمد لله. نعم وادينا مناسك ولله الحمد. نعم بخصوص طاري انه ايش حسن الظن طبعا. فلما انتقلنا يعني شنو المخيم منى، فكنا احنا المجموعة العمانية واللي هو المخيم العماني كنا في المخيم مع بعض وجالسين مع بعض، وفي شخص ما أحب أطرق لإسمه. نعم. ولا يعني هو من جالية يعني من جالية أخرى. نعم. غير عربية. نعم. فتم يعني يتردد إلي طوال اليوم. في بعض الشباب جزاهم الله خير كانوا يسوء الظن فيه. أقول هذا يمكن يعمل يعني شيء ما زين من هالقبيل، يمكن يعمل مثل السلخ مثل حاجة، فكانوا يتجنبوه. فعلى كل حال المرشد الحملة جزاه الله خير الشيخ حارث الحارثي. نعم. وخصه بالشكر في هذا البرنامج الطيب، هذا الرجل المقدام، الرجل الطيب، كل المواصفات الطيب فيه جزاه الله خير. فأخذ الشخص هذا على صوب وقدم له سؤال، قال احنا لاحظنا عليك طوال اليوم من الصباح الباكر حتى الحين وانت تتردد على الخيمة وتجلس معنا وتاكل وتشرب وتسولف، فممكن سألك سؤال يعني بسيط؟ قال تفضل. فسألنا، فأنا كنت أتحدث إليه باللغة الإنجليزية، فجاءنا في الإجابة إجابة مدوية كانت. فقال أنا سمعت عن طيبة العمانيين وعن أخلاق العمانيين وعن سماحة العمانيين، فأحببت أن أتقرب من هذا الشيء وأؤكد لنفسي هل فعل الكلام الذي سمعته صحيح أم لا. فصراحة يعني الإجابة كانت قوية للمجموعة لدرجة سألناه مرة ثانية فماذا وجدت؟ قال شتان بين الذي سمعته والذي عاشرته ورأيته. سبحان الله سبحان الله. تخيل شتان بين الذي سمعت يعني سمعت شيء وشفت شيء أعظم منه. بالضبط. اللي سمعه 1% واللي لمسه على أرض الواقع 99%. قال تكرمون الضيف وتبتسمون في وجهه وتفرشون له الحرير وأنت بتجلسون على الحصر. كلام مختصر ومفيد ويعكس معاني كثيرة. بالضبط. فلذا حسن الظن واجب في كل شيء. بالضبط بالضبط. هذا ملخص الموضوع. نعم نعم نعم. أن تحسن الظن يكرمكم الله من حيث لا تحتسبوا. صحيح صحيح. جزاكم الله خير. الله يسلمك يا أبو عبد العزيز. الله يسلمك. أبو محمد الشيخ سالم النعماني، والله إحنا نتمنى أن تشرفنا في يعني ولايتك السويخ في أي وقت، وصراحة يعني متشوقين لك كثير بأمانة. خلاص إن شاء الله خلاص بيكون قريب أمسية في قاعة المكتب الوالي إن شاء الله. يعني شو اسمه ينظمها صندوق البر بولايه السويق. ممتاز ممتاز. نعم ممتاز. إن شاء الله بتكون من الحاضرين. يعني مشكور مشكور يا أبو عبد العزيز. بارك الله فيك. الله يسلمك. يا أهلا وسهلا بك. إذا كان يسأل عن التاريخ أو اليوم والله بعدنا واتصلوا بالشباب يسوون الريع للفقراء والمساكين. ممتاز. أنا الصديق هذا الصندوق يرعى الفقراء والمساكين بالتعاون مع وزارة الأوقاف. صندوق إيش مسمينا؟ صندوق البر. صندوق البر مع مكتب والي السويق. ونختار حتى لأنك المرة كان عندهم مناسبة فنقيم أمسية الرسوم بسيطة للشباب. حلو. تدفع للفقراء والمساكين. رائع. بثلاثة هو بيستفيد بالدرس ومحاضرة. حلو. وأيضا ولا أجر لا أجر في الاثنين من ماله في الحضور. ألو أبو عبد العزيز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم
مساكم الله بخير استاذي، كيف الحال؟ مساك الله بالنور والرضا، الله يسلمك. الله يعافيكم ان شاء الله. الله يعافيكم. كيف هلا قاسم. الله يعافيك. الله يعافيك محمد. قاسم العجمي، اليوم كنا فاتك على الشيخ، ما عرفت عنه كان موجود في صحار. انا والله انا اول شيء طبعا اغبط الجماعه اللي حضروا، ما نقول نحسدهم لان الغبطه مسموحه. مسموحه وحقيقه يعني فاجاني هو بالخبر هذا. نحن اليوم نفس الشيء، كان عندنا تكريم لمجموعه من الطلبه المتسوقين المجيدين معنا في المدرسه رايا. ايوه طبعا بحكم ان انا ليس مجلس الاباء وكذا، وكان معنا ضيف. وحقيقه كان نفس الشيء يعني يوم ما شاء الله حافل كان بالنسبه للطلبه اللي هم المجيدين والطلبه الثانيين اللي هم كانوا يشوفوا زملائهم ويتكرموا وكانوا يتمنوا ان هم يكونوا موجودين. طبعا الخطوه الرئيسيه اللي كانت ان احنا جبنا اولياء الامور يكرموا ابنائهم. حلوه مثل هذه الافكار، حلوه استاذ قاسم، حلوه مثل هذه الافكار، جميله. طبعا المدرسه طبعا هذه المدرسه بالحلقه الاولى اللي هي من صف الخامس، الحلقه الثانيه من خامس الى العاشر يعني. نعم نعم نعم. فالحمد لله كان لها صدى جميل يعني. تونا نقول عن التحفيز وعن عن الطبطبة على قولتهم، يعني أنك أنت لازم تعزز ما يقوم به، يعني أحيانا ولدك أو أحيانا تلميذك أو أخواتنا أيضا، يعني بناتهن وتلميذاتهن في في المدارس. هذا شيء جميل، يعني هذه فكرة من الأفكار اللي تقوم بها المدارس. متى ما عززنا هذا الجانب عند أولادنا وعند طلابنا وعند شبابنا، أنا أتوقع النتيجة بتكون مذهلة أستاذ قاسم. لا أكيد أكيد. النتيجة أكيد بتكون مذهلة. نعم، ومحتاجين يعني 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 ما يقوم بشبابنا اليوم مثلك وأمثالك يعني في المدرسة أو على أرض الواقع أو في الميدان من الأشياء الكبيرة الحقيقة. يعني هذا الصندوق اللي يتكلم عنه أبو محمد قبل شوية في السويق مثلا، صندوق البر شيخ سالم. نعم، صندوق البر بن قايمة مجموعة من الشباب يعني. اليوم هذا الصندوق أمثاله في أكثر من ولاية الحقيقة، دكتور عبد المسلم. والنعم والنعم، شيء 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 رائع الحقيقة. ف يعني أنا حتى كنت أتابع أجزاء من 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 من, من هذا النشاط الجميل الآن في الجامع الأكبر تحت مظلة مركز سلطان قابوس العالي، يتكلم عن الوئام ويتكلم عن التسامح ويتكلم. فمثل ضرب هي قضية الشباب اليوم في عبان عندنا، يعني خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية ما تتخيل الصناديق اللي قاموها، ما تتخيل الأعمال الخيرية، ما تتخيل يعني ما قام بالشباب على أرض الواقع وفي الميدان كثير الحقيقة. أستاذ قاسم أنت قريب من هذا الموضوع. نعم نعم استاذي، وفعلا يعني فعلا. لكن المشكله استاذي وش اللي يصير؟ يصير مثل هذه الصناديق يعني تحصل حماس شباب في مرحله معينه من يعني من العمر، حماس وكمجموعات وكذا. اللي نتمنى ان الاستمراريه، لان الصناديق هذه اللي عندها الاستمراريه تنعد على الاصابع ولها لمسات موجوده يعني. هنا انت لما تريد تشكل مثل هذه الصناديق تحدد من البدايه فكرتك. طبعا هل انت راح تقوم فريق خيري ام انك تقوم لفريق تطوعي؟ هنا هذا الفريقين يعني القاعده هنا اساسيه جدا. الاشكاليه اللي تصير هذه وايش؟ اسمحوا لي يمكن بنطول. لا تشريف 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 على السمن. تبدي هذه بحماس شباب وتطوع، عمليه تطوع. بعد شوي بعد ما راح ينتسبوا لاحد الجهات المخصصه او الرسميه بالنسبه للانتساب وبشكل قانوني، هنا هذه الفرق راح تتحمل مع المجتمع. تقول والله انا اريد اساعد هذه الاسره، اريد اساعد هذه الاسره، فقط هي من ناحيه حماسيه صارت. لا بس شوف 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 على ارض الواقع ما عليه، هذا موجود في اي نشاط من الانشطه. نعم، لكن نعم، احنا خلينا ناخذ ممكن انا ابين نقطه يعني. ايه، هنا الفريق هذا تم تأسيسه أساسا لمساعدة فرق ثانية. المفروض كفريق تطوعي إنه هو يتطوع إنه يخدم مثل صندوق البر والتقوى اللي موجود في السويق كذا. نعم. بعد فترة هذا الحماس اللي راح ينتقل ويحصلوا الإمكانيات ويحصلوا كذا، راحين هم يتوجهوا كأنهم فريق خيري أيضا ويشتغل. هذا ما غلط، لكن الغلط إنه نحن كلمة قننا من هذه الفرق وعطيناهم فرق تساعدهم لتدفع معهم، راح نكون اتوقع انا يعني
اكثر تعاون اكثر كمان. يعني هي كفكره، احنا نتكلم كفكره، فكره رائعه. نتكلم من ناحيه في التجربه. ممتاز ممتاز يا استاذ قاسم، بس احنا نتكلم بصوره عامه، وربما نعم. اذا اذا اذا, نعم. إذا تعثر صندوق او صندوقين في في, نعم. في 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 مساهمات لمجموعه من الشباب في صناديق اخرى الحقيقه ناجحه، الاجمل ان احنا نبدا، الأجمل أنه يكون لنا مثل هذا الدور، الأجمل أن احنا فكرة ناجحة في ولاية ما يمنع نلتقي بأصحابها ونستمر ثم التواصل. احنا صندوق في الأمسية. الجميل أستاذي أيضا الآن تتكلم عن مركز سلطان قابوس أو جامعة سلطان قابوس، مركز سلطان قابوس العالي المركز. نعم. معظم هذه الفرق أو هذه المؤسسات أو هذه الصناديق أنا اللي يفرحني أنها شكلت في كليات، يعني الطالب لما يدخل من اول سنه عنده 4 سنوات او 5 سنوات يتحصل السنه الاولى اللي هي سنه البدايه او التاسيس، من السنه الثانيه تحصلهم خلاص ينخرطوا في هذه الفرق ويستمروا فيها على شكل مجموعات، وعندنا عينات كثيره يعني بالضبط في فرق في نزوه في كذا من مختلف عمان. صحيح. يشكلوا فريق معين يتم بعد تخرجهم هم موجودين كرابة. بالضبط. الله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع ان شاء الله. يعني كرابة الاستاذ بخصوص الحلقه انتم بدايتها طبعا اللي بديتوا فيها طبعا التسامح وكذا. نعم. هذا شيء يعني نحن مهما قلنا ومهما تكلمنا فيه ما راحين نخلص. نعم. في يعني للذكر لحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام هنا لما هو بشر يعني كانوا جالسين مع الشيخ سالم طبعا هو استاذنا في هذه المواضيع. نعم. فقال لهم بيدخل علينا واحد من اهل الجنه يعني الجنه. نعم. ايوه. فواحد من الصحابه قال انا اريد طبعا بشكل عام انا اتكلم بشكل سريع عن الوقت يعني. نعم. لما راح معه ضيفه طبعا من عاده العرب انهم يضيفوا ثلاثة ايام وفيما بعد يسال عن علومه يعني شافه ما عنده شيء، رجل فلاح يجي يصلي المغرب يصلي الظهر يصلي العصر الفروض يعني. الفروض. ففي اليوم الثالث لما ساله قال اعطيني السر يعني طبعا صارحه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بشرك في الجنه انا اريد اعرف وش يسوي. فقال يا شيخ انا ما عندي شيء، اللهم اني لما اجي انام على فراشي بالليل اقول اللهم اني سامحت الله 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 علي واقصد عليه هذا اليوم واتمنى انك تغفر لي وتسامحني. فهني ينام وهو فعلا مطمئن كل شخص يعني. الله. وكم هذا يعني الفعل حقيقة لا من التأثير عليه وعلى الآخرين من تأثير إيجابي. هذه قصص يعني. وطبعا الآن على وسائل التواصل الاجتماعي في الواتساب قبل فترة أسبوع واحد من الأخوة رسل صورة فجلسوا تم التعليق عليه فقلنا لهم يا جماعة الخير عينوا خير يعني ذكروا من هذا الموضوع خلوا تصوركم أنه يكون خير هذا الشخص. هذه يمكن تكون صورة والله يا أبو محمد من بعيد يعني ملتقطين الصورة من مكان بعيد سبحان الله وما واضح فيها معالم فعاد التفاسير تطلع ما يمين طيب. يمين وشمال يمكن يكون الرجل هذا قاعد يسولف يتكلم صحيح فقال احنا يعني الشباب يحتاجوا لتذكير فقط. نعم. يعني انا ذكرت القصه اللي ذكرناها قبل شويه الدكتور. نعم. اللي لابس الساعه. نعم. الساعه النسائيه هذه يا شيخ معرف وقعنا يعني سبحان الله سبحان الله سبحان هي تحتاج عمليه تذكير فقط بالضبط وهذا دورنا جميعا الحقيقه دورنا جميعا استاذ قاسم. انت في مدرستك في بيتك عند اصدقائك وانا والشيخ سالم وسلطان وغيرنا يعني كل واحد له مثل هذه الادوار الحقيقه. وبالنسبه للموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام مثل ما قال لما ابو طالب لما جاء ابرهة للكعبة اي نعم صحيح فقال انا يهمني جمالي يعني واموالي الكعبة هي لله. نعم. والله الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال شيخ سالم الله سبحانه وتعالى كرمه وعززه ما ينتظر منا نحن عقولنا صغيرة فإن ندرك الرسول عليه الصلاة والسلام. مشكور أستاذ قاسم تنورنا دائما باتصالك ومشكور على متابعتك لابداً تشريف احنا ننتظر مثل هذه المداخلات الله يسلمك شكرا جزيلا لك جزاك الله خير أستاذ قاسم فاتته المحاضرة بس مثل ما انت وعدتم متوقع وين قلت لهم في الطريف هناك في صحار مرة كان متصل ما ادري ورطتك الحين في الهنبار في الهم احسنت في الهمبار شهر 3 جامع الامام جابر خلاص اذا
لأنه ناحدث لموقف أنا أن أي إمام المسجد كرم أحد المصلين لأنه كان بار بأبويه. الله. فبكى الناس في المسجد. الله. أيوة. شوف هذه الأفكار أبو محمد. عزز أنت تستغرب من أيهم تستغرب من إمام المسجد الذي لديه مثل يعني هذا الحس جمع الناس وما فقط يصلي ورجل في المحراب ورجل في السيارة. هذه الرسالة. هذه الرسالة. أو تستغرب من هاك البار بأبويه. الله. يعني بر بأبيه حتى توفاه الله. ولا وأنا ذكرت اليوم في المحاضرة. ولا قلت لهم هذا هذا دور المسجد. الله. صحيح. ولا من محاسن القدر إن 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 في المسرح الكلية شباب خلينا نموذج كنا مسجد. إيه ما شاء الله. فقمت أنا أشرح المسجد للناس أقول لهم شكرا جهزتوا لي وسيلة 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 شرح. شرح وهذا أقولهم هذا المسجد يا جماعة كل واحد يدخل المسجد مطمئن على نفسه وآمن كأن الناس يلتقون في المساجد لكن أن يظهر واحد ويسيء الناس للمسجد عاد ما لا طبعا قلت لهم ما بغيت ادخل عاد في الامور عليه الصلاه والسلام اول ما وصل الى المدينه ايش فعل؟ ايش عمل؟ من المسجد لذلك ترى يمنع منعا باتا رفع السلاح في المسجد طبعا من احكام المسجد نعم ان لا يرفع السلاح الله ولا يطلع من نصله تدخل في المسجد وانت مطمئن لكن هين مطمئن لا تدخلنا عاد لا لا ما عليه ما عليه يعني بس العامه الله مدركين هذا الشيء ابو محمد أكيد أكيد. مدركين يعني هذا النموذج الطيب وياما اكثر من ربما هذه القصه انت الله عن قرب يعني رايتها كم من قصص ربما احنا ما سمعنا عنها الله صح ولا لا ابو محمد يعني هذا الامام على رايك انا اقول للامام الان شكرا ولا اقول للولد شكرا ولا اقول للاب او اقول لهذه الاسره مره يخبرنا انسان يقول جاي من نزوى ومحمل أمانة قوش نعم. ونزلت في سمائل ضيف زمان أول يوم يجون على جمال مساكين وخليت كيس القروش في المسجد فوق الجدار الله وثلاث أيام أقول للمضيف عندي غرض فوق القروش قال خلها ما حد يقول هالشيء يا سلام ثلاث أيام لين بغيت أروح شليت القروش روحت الله فوق جدار المسجد ما في داخل نعم نعم فوق الجدار أيوة أنت أيام زمان تو صغير يقولوا لك أهلك ترى مسجد بيقصك صح؟ صح ما تركض شوط؟ الركيض نعم صحيح شوف الغرس قيمة المسجد في مسجد بيقصك حرماته أيوة صحيح حرمته نعم حرمة المسجد الله طابوق أول طول تحيدها مسجد متحدم نعم نحن قلنا شارع من بعيد من بعيد عشان ما تصيب نشيل طوله الحق هذا الكلام صحيح أقول لهم هذا المسجد هذا المسجد مسجد الصلاة مسجد مدرسة مسجد تعليم مسجد اطمئنان وأمان كلمة عن الكلمات بالضبط فهذه أدوار من ضمن الأدوار للناس في المساجد نعم بارك الله فيك انتوا مشيتوا هين ودانا قاسم ما شاء الله عليكم قاسم يمين وشمال عبد العزيز وابو عبد العزيز وحن واقفين عند أخيرا فإذا رزقك الله عافية وقوت يوم بيوم وأمنا في وطن ما رحنا بعيد فأين تؤدي شكر ذلك يسألك شيخ درويش من جمعة الله والنعم من عشرات السنين والنعم يقول لك فإذا رزقك الله عافية وقوت يوم بيوم وأمنا في وطن فمن أين تؤدي شكر ذلك يا الله هذا أساسيات الحياة شوف أساسي. الكاتب شوف المؤلف أيضا نعم أنت لما تكون تفتح كتاب تتعلم منه كل شيء طبعا ومخاطبة الضمير أولى من وجود المعلومة فقط في بعض الأحيان معلومة جافة مرة يخبرني زرت مكان وقال لي أن واحد سوى لنا محاضرة في النهاية قال هذا حلم وغضب واحد من الشياب كيف حلم؟ بس ها؟ بس قال لي ترى اللي قلت لكم يا كل حلم وبي واحد من الشياب ما ناملة لقبضوا عنه قال عيب يوم أحسه هو حلم ما مو جالس يكلمنا نحن أيوة تيصر نحن مال أحلامه عاد هيك حق معطل عمره الشايب مسكين وقاعد يسمع واخر شيء قال له حلم وفي الاخير قال له حلم وابوي يا اخي شيء لا لا صحيح انت يا ابو محمد اذا ما تاخذ بمقام الناس وتغذي افكارهم الله وعقولهم وقلوبهم وتثير فيهم الضمير وتوصل لهم توصل لهم ما تقول لهم خلاص حلم حلم عيب حلا شياي ما انا عارف وحليلك ما بقول شيء زين نفهم يتواصلوا مع الناس بتكمل شوي ابو محمد 2 4 6 9 8 1 5 1 ابو محمد المراعاه زين
مراعاة حتى في الأكل طبعا. وبعض الناس يوم يشوفونك داخل المطعم يقعدون يراقبونك بيش أنت تأكل. لا لا ليش؟ ليش تبغى؟ ياكل كيف ما يبغى. ياكل كيف ما شاء. صحيح. زين. اسمع الشيخ درويش. إذا ما صوروه بعد. الله بالسلامة. وإن كنت تأكل أنت وأناس من ضيوف وغيرهم فلا تبدأ قبلهم إلا أن تكون أفضلهم. طبعا هم بيخدموك. الله. ولا تتأخر بعدهم. ولا تنظر إليهم عند الأكل نظر المتعجب. يشلق معوده ولا صغيره. شوف معلش قلت شيخ ما شاء الله عليك. فان الناس احوالهم مختلفه، منهم الاكل ومنهم دون ذلك. صحيح. وانت اسلم لك، اذا ما تقعد تشوف اسلم لك. ليش؟ قال لك اسلم لك وانت اسلم لك الا تعرفهم، تعرفهم بذلك لئلا تغتاب احدهم وتعيبه. الله بتقول شوف بالله عليك من روح خلصوا من السفره ما شفت فلان حاشي قول في العادة عاد ما بطن كيكف صح شيء صح ولا لا بتدخل يستوي أو شوف لأن متميوت يوم يأكل حبيبات أنا وتشاي زين كنا معاب الأكل. فشوف الشيخ كيف فكر في الموضوع، حرمة الإنسان طبعا وخصوصيته أبو محمد، خصوصيته خصوصيته في الأكل، خصوصية من حقه أن يعيش وحر يعني وايش بقول لك بسكينه والاكل والاكل متعه ايضا. على ان تخبط رماش عشان لو جالس اللي متعه الله يهديك. السلطان جبت لنا الحكي تراك سلطان كله من سلطان والكل احد يترسني المكان ما يابلنا اليوم. يقول لك والكل على الله رزقه. الله صحيح الكلام. هي الاكل اللي ياكل وايد واللي ياكل شوي وغير ولا اللي ما ياكل، انت ما تدخل في هذا الموضوع. صحيح. لان رزقهم على الله. لا هاي بتلاقي التعازم لنا بعد. فلا تحمل نفسك كسب الاثم بما لا ضرر عليك منه. ما رحنا بعيد عن حسن الظن بالاخرين شيخ. وان شبعت قبلهم فامسك عن الاكل ولا تقم عنهم. صحيح. عنهم واخبرهم بعذرك. ما لقم لقمتين وتروح خلاف عاد هم بيخجلوا طبعا يعني بيودرون يعني ما بي جامل اقعد مثل بحال اوقات بيعزمك وكل حين بيجيك سامحنا يا اخي يا اخي تبون شيء ترى الحين بادينك تهم عن السالفه. انا في بعض المحافظات يا اخي عندهم وهذه عند اهل عمان كلهم يعني من الاشياء الحلوه زين انت مثلا تكون في مجلس بيقول لك تفضلوا تروح الى غرفه ثانيه وبتلاقي هذا منقل منقل ما العرب اول منقل يسمونه تحيد اسمه منقل الحين صال الطعام صال الطعام اول منقل منقل ها زين وبيودرك هناك وبيروحوه عشان هيش عشان اقول لك ما تنحرج ان انا موجود ما بتعرف تاكل هذا اللي شوي لك مرق الدجاج ما الاول لا الحين ديك لكن مو هناك شيء بعد في بين بين بالمناطق عمان بعض الألفاظ كلمة بقوا 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 عند بعض الناس كله وكله مرة وبعض عند بعض الناس بقوا يعني تركوا مثل ما احنا حنقول بقوا بقواها شوية. هذا واحد ضيف نازل عند واحد هاك الضيف يفهم كلمة بقوا يعني تركه يعني ودره ودره آه. وهاك عنده كلمة بقوا يعني كله كله زين فجاب له الاكل مثل ما تقول انت قال له بقوا تركه وراح داخله كل لقمه لقمتين ما اكل بر قاعد تشوفته قال له بقوا يوم جاي بيش نصحه قال ابوي علاوك قال ما قلت شيء انت قلت لي بقوا قال لا بقوا عندنا حن يعني خلصوا كله يعني خل ضربوا صحن شوف المعاني شوف الله وهني ايضا احتمال العذر لو واحد قال لك بكلمه في بعض الاحيان لهجات محليه صحيح انا اقول لك بكلمه لا تحسبها بشيء اخر كلمات ترى في بعض الحين احنا عند ناس كذا عندنا لهجات جميله احنا في عمان يعني عندنا احنا مثلا كلمه قد تكون فيها نوع من الخشونه صحيح لكن احنا عندنا لا بالعكس من ما تعودنا عليه بالضبط وبالتالي لازم احنا نتعامل مع لهجات الناس ونحسن الظن فيهم يعني لان بالضبط. هذه لهجتهم او هذه عادتهم وبالتالي ما نظن ان احنا شو اسمه هذه اذا اللهجه عندنا احنا في ولاياتنا ومحافظتنا ما بالك ايضا بلهجات الاخرين
الله بلهجات الاخرين كثير. هناك بعد اصعب. ما بقول لك شيء تو على الهواء، لكن خلاص بقول لك على بعض الاشياء. سبحان الله. فامسك عن الاكل ولا تقم عنهم واخبرهم بعذرك. لان مراعاه مشاعر الاخرين ضروري جدا ومهمه. مهمه صحيح. فانت ربما عندك عذر بانك ما تواصل الاكل، ويمكن انت صاحب البيت، لازم صاحب البيت هو الذي يبقى ياكل اخر شيء يواصل اكله عشان الناس يشوفوه ياكل، وعشان لكن هو وعشان يجاملهم صاحب البيت من لقمتين متنقي واحد. لا لا بقول له توكل. زين ابو محمد من عندنا ناخذ جمال. جمال العاصمي. سليمان. سليمان العاصمي حياكم محمد. هلا 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 سليمان، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير وعافية. كيف صحتك؟ عساك بخير ان شاء الله. نورت البرنامج. بارك الله فيك. طبعا للشيخ على حوار الثمين والشيق. بارك الله فيك. شكرا. وبأمانة مواضيع يعني جميلة، احنا دائما نسعى نتطرف ونستمع لها بالصمت يعني، لأنها مفيدة لنا ولغيرنا يعني نعتبرها. الله يسعدك، نتمنى ذلك. الله يسلمك. فأنت من المدرسة وإحنا التلاميذ. بارك الله فيك، احنا كلنا تلامذة الشيخ سالم النعماني. الله ينور حياتي ان شاء الله. امين يا رب العالمين. تفضل تفضل. دائما هو دائما سوء الظن طبعا هذه من الاشياء اللي دائما الانسان يحاول يتطرق ويبعد عنها يعني. صحيح. لان في واقعنا نشاهد اشياء ومثلا نروح فيها في طريق بعيد يعني، وما نعرف ايش ما ايش احنا اخذنا من الكلمات اللي تجنبناها للشخص هذا يعني. تحس المسير مثل الحين التواصل الاجتماعي بيننا احنا الشباب. مثلا في تعليق على شخص واحد بيمشي التعليق مثلا لعده اشياء واشياء يعني، وسبحان الله بعدين تلقى انك انت ندمت على هالاشياء اللي ذكرتها في الشخص وهو ما كان في حقه يعني. سبحان الله. وين عادين تعتذر له؟ عاد انت في جروب ما بقيت عنه كلمه، نتفت تنتيف قعد على الدوره يعني. هذه مشكله بعد. صحيح صحيح والله صحيح. لان شيء واقع احنا نشوفه بامانه يعني، بين التواصل اصبح بين تواصلك مع ما نقول احنا في عامه يعني، بس في بعض الشباب يعني دائما يتجنب الواحد عن الاساءه بالظن طبعا لصديقه او لاخ لجيران او لكل لاي انسان. لاي انسان سليمان، لاي انسان، لاي انسان يعني. ما يصير احكم على الشخص بشكله ولا بصورته ولا بهيئته، ما ينفع. واقعد انزل فيه كل شيء مثل ما قلنا نشعر فيه حتى يعني. وفي الاخير اكتشف انه والله انا اسأت الظن يا اخي في هذا. انا ما قاصد يا اخي، انا ما قاصد. عقب هيش عاد يا ابو محمد طبعا اذا حصلته غيرك. الله احسنت. هذا الكلام مضبوط يعني، ما ارضى لنفسي ما ارضى على غيري يعني. دائما افكر في هذه العباره يعني. الإنسان دائما يعني يحسن الظن بالآخرين، يحسن الظن بالآخرين بتصرفه، بكلامه، بنطقه، بأفعاله أحيانا يعني. يعني لا تصير رقيب على كل الناس يعني. ما من مهم، ما تهمن، ما تهمن، ما مسؤوليتك أساسا يعني. ابدأ بنفسك، صح ولا لا؟ ابدأ بنفسك. صحيح. أول شيء الإنسان يبدأ بنفسه، وفيما بعد يا أخي بأهل بيته، وفيما بعد باللي يعني ممكن يقدر يعني يسمعه ويسمعهم. الله، كلام واقعي. جزاك الله خير. التسامح أستاذ خالد، بالنسبة للتسامح دائما نقول إحنا دائما راجع نفسك قبل لا تنام يعني. فدائما هي الكلمة اللي دائما يرد الإنسان، أقول لك مسامح كل شخص وكل إنسان في هذه الحياة. الله هذه الكلمة. الله 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 الله. وبتعيش بطمأنان. الله يبارك فيك سليمان، وأنت رجل يعني حريص على متابعة برامجنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. حياة حق المخرج. شكرا جزيلا. يستاهل سلطان. سلطان وعابدين أيضا للتحية والتقدير. خيرات عند عابدين. أشوفه أشوفه أشوفه. زين، هل وصلنا الشيخ؟ وصل. سمعت كيف يقول. فإذا فرغت من الأكل وكنت وحدك أو عند جماعة فاحمد الله تعالى حمدا كثيرا واشكره على ما عافاك ورزقك الرزق الحلال الواسع. الله. شوف، من أجل نعم الله ومما يجب على المسلم لنفسه أن يبحث عن الرزق الحلال. ما شاء الله. ترى أبو محمد ما العبرة بالكثرة، عبر بالكم. بالضبط. يعني عبر ما بالكم، بالكيف. بالكيف. فهذا الطعام عندما يكون حلال ولو قليل وانت تاكله حلال تشبع، من حق نفسك ومن حق اهلك.
تعرف أن الطعام الحلال يقيك كثير من المخاطر، سواء الحلال لذاته أو لما قال إليه. معي؟ صحيح. لأنه قلت شيء حرام لذاته، يعني غيرك محرم كلحم الخنزير. إيه طبعا. زين؟ ما قلت له إلا صار عنك كله. كيف صار عنك كله يا جماعة؟ يعني خطير هذا طبعا. هاي كانوا يرددوها البعض مع الأسف. والله ريت برنامج جميل في اليابان عن ما تعد الحكومة للمسلمين. للمسلمين؟ أيوة للمسلمين. للمسلمين بنفس شاهدت هذا البرنامج. الله. لأنهم كثروا السواح من ماليزيا وغيرها من الدول الآسيوية لليابان، والله تربطهم يمكن علاقات وكذا. صحيح صحيح. وشي يابان المسلمين. تعرف أن قامت الحكومة يعني تعزز الناس، يعني تروح مثلا للمطعم وتختبره، إذا وجدت أن الطعام حلال وطيب أعطت ختم أن هذا حلال، حلال. أو إسلامي. أيوة. وبالتالي عاد السياح مطمئنين لأن الختم جاء من الحكومة. بالضبط. يعني من صفة رسمية. صحيح. وخلوا لهم مساجد وخلوا لهم أماكن، طلعوا هذا البرنامج. الله الله. فالرزق الحلال حقيقة جميل جدا بأن الإنسان يسعى إليه، سواء حلال بذاته أو حلال المادة، لأن في بعض الأحيان الرزق أو جيء به من طريق والعياذ بالله حرام. ولذلك حلوان الكاهن على سبيل حلوان الكاهن الذي يؤخذ على تبصيره أو في قدر من تحت صدره. زين. أسري إليك على براق أخصر من صنع أشواقي ومن تحناني، وأطوف فيك مصليا ومسلما رغم الحديد وقبضة السجان. أسري إليك على براق أخصر من صنع أشواقي ومن تحناني، وأطوف فيك مصليا ومسلما رغم الحديد وقبضة السجان. في كل ركن أستعيد حكاية في الأرض في الأبواب والجدران، فيها أعافر في ترابك جبهتي، وهناك يحتضن النبي كياني. في كل ركن أستعيد حكاية في الأرض في الأبواب والجدران، فيها أعافر في ترابك جبهتي، وهناك يحتضن النبي كياني. آت إليك من الركام كأنني أسطورة أو مارد من جاني، أدري بأنك غاضب من أمة شغلت عن المضمون بالعنوان، تركتك في أرض العدو وقطعت أرحامها. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أيواب الله، أيواب حلوى بها
طعم اللذيذ يحبها صغير وكبير. حلوة الديوانية أكيد يعرفها كل السامعين. عنواني للذوق الجميل وتراث للشعب الأصيل. من ذاقها يطلب مزيد حلوة الديوانية أكيد. الحياة أحلى مع الديوانية للحلوة العمانية. عروض وخصومات مركز مسقط اي سي سي مارت 2015 تبدأ من 30% وحتى 70%. سارع لا تخسر فرصة الخصم. اي سي سي مارت مسقط منطقة الخوير شارع رقم 4147 هاتف رقم 2448810. تعلن وزارة الشؤون الرياضية عن فتح باب الترشح لجائزة إنجازاتنا، وذلك في المجالين الرياضي والشبابي. المجال الرياضي ويشمل الإنجاز الرياضي الفردي للاعب، الحكم، المدرب، الإداري، الإعلامي. الإنجاز الرياضي الجماعي، الإنجاز الرياضي المؤسسي. المجال الشبابي ويشمل المجال العلمي ويشمل الاختراعات والابتكارات والتقنية. المجال الفني ويشمل الرسم بفروعه المختلفة والتصوير الضوئي والمسرح والفنون الأدائية. المجال الاجتماعي ويشمل أنشطة ومبادرات خدمة المجتمع. المجال الأدبي ويشمل القصة والشعر والمسرح. ويمكن للجنسين الترشح على الجائزة والاطلاع على الشروط والمعايير المحددة بموقع وزارة الشؤون الرياضية www.mosa.gov.om. يمنح الفائزون جائزة مالية بالإضافة إلى درع إنجازاتنا، ويغلق باب الترشح نهاية شهر فبراير 2015. للترشح أو للمزيد من المعلومات يوجد التواصل على رقم الهاتف 24755212 أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي. بالإشارة إلى إعلان الهيئة العامة لسجل القوى العاملة المنشور بالصحف اليومية الخاص بفرص العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، يسر الهيئة أن تلفت انتباه المواطنين للخدمات المتوفرة التي تقدمها الهيئة والمصاحبة لهذا الإعلان. للاستفسار عن الوظائف التي تتناسب مع رقم سجل القوى العاملة الخاص بك بواسطة خدمة الرسائل النصية، يرجى اتباع الآتي: كتابة رمز الخدمة الجي متبوعاً برقم سجل القوى العاملة الخاص بك وإرسالها إلى الرقم 80057. مع تحيات الهيئة العامة لسجل القوى العاملة. إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إن عطيت لابد تاخذ وإن أخذت لابد تعطي. الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، الحياة أخذ وعطاء، خذوها الحياة خذ وهات. مرحبا بكم جميعا، خذ وهات عبر إذاعة الشباب. دخلنا في الساعة الثانية، احنا عادة كذا الساعة الأولى من 8 إلى 9 ومن 9 إلى 10 هذه هي الساعة الثانية، ساعتين على الهواء مع شيخ سالم النعماني. أرقامنا 24689-1551، والرسائل النصية 90-45-6. ما شاء الله عليك، هين وديت أعطيك الصحة. ما شوف لا مكتوبات زين، ما شوف أحس نظر الله روح فيها بالك نظارة بالي. نعتذر للناس شيخ، هين وديتنا، هين وديتنا، وديتنا أمور طيبة. الرزق الحلال، الرزق الحلال. أيوة، إذا في أمور معينة مو بس تعالوا كل لا أتأكد من أكلي وأكل بلد. أولادي وأسرتي لا بل، لأنها من حقوق نفسك عليك أن تغذيها الغذاء الحلال. نعم. سواء الحلال الذي هو ذاته كمثل الحلال الطيب المعروف معروف. نعم. أو الذي جاء من طريق حلال أيضا، لأنه في بعض الأحيان هو حلال إيه، بس فيش اشتريناه، لكنه اشتريناه بمال. نعم. أحيانا أيوة، مني ومن الناس مثل حلوان الكاهن
الذي ذكرنا شيمة بس زين زين تتأكد معناته من كل ريال، لأن هناك مداخيل حرام. أيه. يعني نفس المصدر حرام، المصدر حرام معروف. أيوة عاد حلمة بنت. أيوة لا لا صحيح معروف للناس. نعم. لكن المسلم يختار. أحسنت. والمسلم والمسلم أمين نفسه. لا بد له من أن ما يصير مع الركب هكذا حيثما سار. وإنما خلق لأيضا للذات ولأعطي سمع وبصر، وإنا هديناه النجدين وهديناه النجدين. يا أخي يتمعن الله، وبالتالي لا يكون المسلم كعير أو قيد فانقاد مثل الجمل اللي قادنا. ايه. واللي قادنا لا بد تكون لديه شخصية. أحيانا يغمض عيونه ولا لا، أحيانا أقول لك شيخ أحيانا يفتح عين ويغمض عين بيني وبينك. لا يقولوا له غض البصر. جبنا لهم يا الشباب القاعدة الجوية وقلنا لهم واحد غض البصر ومفلتنه عينه مرة وعده، قال مرة واحدة قال ليش تشوف؟ قال تفكر في خلق الله. خلق الله. قلت لك تشوف الجمل، والله تشوف البحر وتشوف الجبل، على أن تشوف خلق الله ولا يمشي السيح. زين. نقطة تلبين منك. زين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إلا طيب. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله. فالطيب الحلال هو من حق الإنسان، من حق النفس. والشيخ ودانا إلى مسألة جميلة من خلالها نحن نستطيع أن نتعامل مع الشعوب الأخرى ومع أقوام أخرى ونمد إليهم جسور الصلة والتعاون والمحبة والوئام. فكرة جميلة حقيقة عند الإخوة في وزارة الأوقاف، وهي قضية هذا المعرض. أي نعم. الذي نعم يتنقل نعم من دولة لدولة، معرض التسامح والإخاء والمحبة وإلى آخره. نعم نعم. يا أخي من حق الناس أن نقول لهم أن ديننا الحنيف دين التسامح ودين المودة ودين الرحمة. وتصرفات الناس إنما هي تصرفات فردية صحيح تقاس أو خاضع للقياس على الحق. فنحن لا في عندنا المنهج لا نقيس الحق بالرجال، وإنما نقيس الرجال بالحق بالضبط. نعرضه، فإن كانت تصرفات سين من الناس حق حتى لو كان خصم لنا أو عدو لنا هو صح. الله. وإذا كان تصرفات خطأ ولو كان حبيب لنا. أحسنت، هذا الكلام مضبوط. فما نبني نحن صحيح. من زمان تكلم الناس عن فؤسين من الناس. قالوا هذا يشبه في تصرفاته عمر بن الخطاب، لأنه كان يسعى لتحقيق مصلحة ناس آخرين لهم نقط يعني. سبحان الله. وبعد فترة انعكست الأمور. قال ومتى كان فلان مسلما؟ سبحان الله. أول لا. تقولون عمر بن الخطاب لا إله عاد اليوم متى كان مسلما؟ لا إله. هذا خطير يا أبو نعم محمد. نعم نعم نعم. لابد الإنسان أن ينصف من نفسه صحيح، ولا تجره العواطف إلى أن يحكم على الناس أو لهم بحق على محسوبية أو على مؤاخذة أو على محبة في 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 اسمه. نعم. أوقات بيقول الإنسان والله فلان أنا أحبك في الله، ومن يندر خارج قال اسمي إيش هذي الغش هذي. يا ليتني ما أبتوك تقول أحبك في الله. لا إله هذا من أخطر المخاطر. هذا تناقض. أيوة. ما لي وجهان ولا ثلاثة. نعم. إن لم أكن حلوا أكن مر الجنة. أنا فلان حلو مع الحلوين. نعم. وفلانيين أقول لهم مر إذا حسيت منهم مرارة. سبحان الله. أيوة. أما تقعد. نعم. يعني شر الناس ذو الوجهين. الله يكرمك. نعم. شر الناس ذو الوجهين، مع هؤلاء بوجه. نعم. مع هؤلاء بوجه. بوجه. يميلوا مع النعمة حيث تميلوا، حيث مصلحة هو معها. إذا ماشى مصلحة والله ما بيعرفه. ودرهم. نعم. من معنا؟ مازن. مازن. السلام عليكم. مرحبا محمد. يا حي وسهلا. حيا كيف الحال؟ كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ والله طيبين الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. مستمتعين معاك ومع الشيخ سالم النعماني. جزاك الله خير. الله يسعدك. حياك الله. كيف أمورك؟ ويسعد أيامك إن شاء الله. الحمد لله بخير. الله يسلمك. حياك الله يا شيخ. أخبارك؟ الحمد لله شيخ. نشكر الله على كل حال. عرفتني ولا؟ نعم. عرفتني ولا؟ مازن. مازن شكيلي فريق مصنع التطوعي لخدمة المساجد. مرحبا مازن. إيه حالك؟ نعم طيب. نعم نعم. حياك الله. كيف مشروعكم؟ والله الأمور طيبة الحمد لله. أبو لازم من المصنع. تسلم يا مازن. تسلم. نحييكم حقيقة.
واختياركم لهذا المشروع خدمة المساجد رائع حقيقة رائع. هذا ترى أبو محمد من حقوق المساجد طبعاً الله. على جماعة المسجد نعم. أن يقوموا بصيانتها ومحافظة صحيح عليها. إيش اللي تقوموا بخلنا نسمع من مازن التجربة تجربة حلوة قل لي مازن واجبنا والله استاذي أبو محمد بمسطة فرق المصنع التطوعي أعطيك نبذة مختصرة عن المشروع اللي هو تابع لمؤسسة زوايا الأمل اللي هي المشرفة على مشروع مساجدنا على مشروع مساجد السلطنة حلو الحين طبعا نبدأ بداية نعمل مسح ميداني للمساجد وكذا نشوف وش احتياجات المساجد وخاصة المساجد اللي هي الخدمية اللي تكون على الطرقات العامة يكون فيها أكثر استهلاك صحيح فالحمد لله احنا بدينا في هذا المشروع ومعنا إقبال وما شاء الله مساهمات من الأسر مساهمات من الأطفال حتى نتواصل معنا بعض المدارس ان احنا خلاص في يوم من الايام راح نوظف طلابنا معاكم عشان تنظفوا مساجد معينة وزيارة المساجد معينة فمثل هذا التكامل المجتمعي أو التكافل في المجتمع هذه الأعمال جدا متميزة وحلوة راقي يا مازن راقي ما شاء الله أنتوا الشباب اللي عندكم راقين ما شاء الله تجربة رائعة هي لو تلاحظ أبو محمد هذه الفكرة كانت فكرة كلها نسائية طبعا تقريبا 22 امرأة أنا قبل ما أدخل بعدني في المشروع أو في الفريق فريق المصنع التطوعي لخدمة مساجد فالمشروع هذا بدأ كله نسائي من 22 امرأة بس كذا فكرة حتى كان يعني نظرة المجتمع لهم كانت مختلفة بناتي دخلوا من المساجد وكذا وكذا فبعد ما دخلوا هذا يعني صار تاخذ وصار لهم صدى وكذا تخيل الحين ما شاء الله يعني الكل يحاب أن ينضم للفريق والكل حاب أن يساهم للفريق لخدمة بيوت الله شوف الأفكار كثيرة الأفكار كثيرة فحلو أن الشباب فعلا يأخذ له فكرة من الأفكار ويتبناها ويستمر وينجح وبالعكس يعني من أراد الآن أن يقلدكم وما يعتبر تقليد بالعكس يعني ممكن صحيح شيخ يعني ممكن فكرة من هذه الأفكار تقليد في شيء المصلحة ممتاز مهم يعني. ممتاز ومهم نعم أكيد أستاذي وإحنا نحن محتاجين مثل الشباب نحن نوجه دعوة لأي شاب أو أي شاب حاب ينضم لهذا المشروع فإحنا مستعدين والشياب مثل نحن لا لا الشياب أكيد شياب في المقدمة يعترف أنه شياب عادي شياب يوم ما تروح تسوي مسح ميداني لمسجد مثلا ولا شيء انتو من هين جايين وانتو كذي خلاص قدم لها البطاقة وخلاص ما بيت نفسك عاد لا جميل افكار مثل هذه تعزز تفضل تداخل استاذي بالنسبة للنقطة التسامح وهذا والتكافل الاجتماعي نعم تخيل احنا في ما بروح بعيد يعني من ضمن الاعمال اللي احنا نقوم فيها في مره كان معانا في اوفيس في سوق المصنع اللي هو في الطريف بالتحديد نعم. في مسجد وفي جنبه منجره ف ويشتغل هناك عامل اللي هو عامل احد الجنسيات الاسيويه فاحنا اول ما قمنا يعني نسوي صيانه للمسجد وكذا وشاف اهتمام وكذا تخيل هو غير مسلم ما شاء الله عليه يعني في هذاك اليوم غير مسلم كان غير مسلم سبحان الله فشاف الاهتمام وشاف كذا وشاف يعني جديتكم في الموضوع ايوه فاول ما شافنا احنا بهذا الموضوع جانا وقالهم خلاص ابواب المسجد اللي راح تغيروها راح تكون علي انا وما اريد اي مقابل الله يعني محمد اسمع اسمع لأن معاملتهم طيبة يعني. معاملة أكيد. شبابنا طيبة نعم فالحمد لله يعني صار إقبال نفس الشيء يعني بالمرات القادمة أحيانا هو يجيو يعني ناس يعطوا بعض التبرعات للمسجد اللي هو جنب المنجرة ماله فأول ما جينا احنا قال يقولها عندي هذا المبلغ 40 ريال وأنا ما أعرف وين أوديهم جاب لي إياهم واحد قال حال المسجد وقال أنا يعني ما أعرف أعطيهم من وأعطيهم كذا وكذا قلنا جزاه الله خير وإحنا بنحطهم بميزانية المساجد الحمد لله يعني الإقبال طيب في تحسن في توجه المجتمع ما زال مثقف وواعي بهذه الأمور إن شاء الله نتمنى إن شاء الله إقبال أكثر للشباب
ان شاء الله للشياب نفس الشيء. شوف مازن، متى ما كانت يعني افعالنا اقوال وافعال على ارض الواقع، وهذا ياكد عليه دائما شيخ سالم، قضية القبول هذه من الله سبحانه وتعالى، لكن احنا نجتهد. انتوا اجتهدتوا، انتوا معاملتكم مع الاخر معاملة جيدة، يعني هذا راعي المنجرة لو شاف منكم شيء يسيء له انا اتوقع بيقفل بيبانه من هناك. لكن صحيح، لكن معاملتكم طيبة، تعاملكم راقي، تعاملكم طيب، شاف من المسجد كل خير، بالعكس يمكن مصدر رزق له الزائرين المصلين. صح ابو محمد، صح يعني منجره مثلا انا اخلص من الصلاه، والله انا تذكرت ان بابي خربان ولا دريشه خربانه ولا محتاج اجدد في بيتي، خاصه بيت من جديد مثلا. اكيد اكيد يعني استاذي ما شاء الله عليهم، يعني المجتمع متحرك، حتى تخيل جاتنا دعوات من ملتقيات، جاتنا دعوات للورش. روحوا روحوا اشرحوا تجربتكم مازن. أيوة. روحوا اشرحوا تجربتكم، رائع. اكيد اكيد، واستفيدوا من تجارب الاخرين. حتى بعض المكاتب ومراكز تدريب جات تتبنانا، يعني تتبنى الشباب الموجودين عشان للتطوير، يعني راقي لتطوير الافكار والاخذ بايدي الشباب، والحمد لله احنا معانا في مجتمع مثقف وواعي ومتطور الحمد لله. احنا يعني نشد على اياديكم مازن بامانه. تسلم الله يخليك. يعني حتى بقاطعك استاذي، حتى عملنا بعض الفيديوهات وعملنا بعض الاشياء اللي هي اللي تكون كتسويقيه وللتثقيف لشد نزلوها الشباب. نزلوا على اليوتيوب ونزلوا على الواتساب، اليوتيوب حتى اذا دشوا على او على سواء قناة فريق المصنع التطوعي في اليوتيوب، موجودات الفيديوهات، موجودات كل حاجة، وبالكامل حتى برسلهم للشيخ سالم نعماني، وارسلهم جميل على رقم التواصل. أرسل, ارسل ارسل جميل. واتساب خلوه لمثل هذه الأعمال، وخلوه لمثل هذه الأشياء اللي تذكرنا ببعض الأشياء الجميلة، تعرف يعني لا نستغل يعني وسائل التواصل الاجتماعي إلا للشيء اللي يفيدنا ويفيد مجتمعنا وبلدنا. يعني من وجدت هذه الوسائل إلا لهذا الغرض، أما للغرض الآخر أنا أتوقع مرفوض. أكيد سالي، يعني أنا حتى بقاطعك سالي ما شاء الله، يعني تخيل معانا هنا صندوق الزكاة في المصنعة، الشباب اللي متواجدين فيه، احنا طبعا مع امكانياتنا محدوده من ناحيه التصوير وهذا، فيقولنا اذا في معاكم فعاليات معاكم احنا راح نتعاون معاكم، راح ندعمكم، راح نصور لكم، راح نسويها، ففي تكافل كبير كبير ممتاز جدا. ممتاز. ما شاء الله، بما ان بحكم اني رئيس اللجنه او رئيس اللجنه الاعلاميه في فريق المصنع التطوعي، فما شاء الله الشباب يعني قائمين بدور كبير، سواء في الفيسبوك، التويتر، الانستغرام، يعني دور كبير ما شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله يا مازن. آمين. وتحيه لك وتحيه لكل الشباب، وننتظركم استاذ خالد. تحت الامر، تحت الامر، تحت الامر، ننتظركم ان شاء الله. تحت الامر، تحت الامر. واسف على الاطاله. لا 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 لا، تشريف. تجربه جميله وراقيه ورائعه بروعه شبابنا في كل محافظاتنا وولاياتنا. انا عجبني. الله يخليك، شكرا جزيلا لك. شكرا. عجبني من كلام مازن ان المجتمع واعي. صحيح يا اخي، ليش ما نعزز الناس؟ ما نقول مجتمع، لا بالعكس. أحسن. الشباب أحسن. يحتاجوا اشاره. بالضبط، يحتاجوا اشاره، ويحتاج ايضا من يقتدون به ويعرفون ايضا الوضوح الهدف. نعم نعم، لان في بعض الاحيان الهدف غير واضح، فالانسان يكون متحفظ. بالضبط، وهذا من حقه. وخلنا اسمع، من حق اي انسان يتحفظ في مثل هذا الموقف، خاصه في قضيه الاموال. بالله، لذلك قالوا ان الانسان لو نادى بتبرع لمكان ما ثم استغنى هذا المكان، لا يجوز له أن ينقله إلى مكان آخر إلا بعد إذنهم. شوف كيف الحكم الشرعي. صحيح صحيح. يعني واحد يجمع مياه لبيت فلان، يعني محتاج إلى صناديق محددة، اكتفى عشان ينقل البيت الآخر، وهو قايل لهم تراني أنا أجمع تبرعات لبيت فلان. إذا استغنى هذاك البيت، اكتفى اكتفى، لا ينقل هذا الشيء الى بيت اخر الا باذن المتبرعين. اوه الله، أوه. هذه الثقه خاصه في الاموال ابو محمد، سبحان الله. عشان الناس ما تستغل. صحيح، حسن النيه مع الناس. بالضبط. ويقوم يستعملوا هذه الاموال في اشياء، واليوم قد تنعكس سلبا. اليوم الصناديق الحقيقه مرتبه ومنظمه. أيوة. حتى الجهات المعنيه برقابه على هذا الموضوع. ضروري، ما ممكن افتح انا صندوق، انا قررت اني اعمل صندوق، لا ما ينفع. شوف الحين المساجد على سبيل المثال. أيه. لازم يكون في المساجد اكثر من وكيل. اي صحيح. واذا كان في مال لازم تشيك يوقعونك. احسنت،
أنا كنت في مجلس الآباء مدة الطويلة، إذا أدنى تشيك يوقع المدير ووقع أنا ويوقع فلان الرئيس، ثلاثة أربعة أنفار يوقعوا إيه طبعا عشان ما يسحب سين من الناس أو صاد لأجل مصلحته. الله. وهنا أيضا في مزلة أقدام، عشان أنت تعطي الناس ثقة لابد أن تخبرهم عن كل شيء. لذلك الصناديق الآن جزاهم الله خير ارتباط مع لجنة مع بيت لجنة بيت المال بيت المال مع سعادة الوالي، صحيح مرتبط بالصندوق. حتى التشيكات هذا ما يوحش وقعه واحد في الصناديق. أيضا وزارة التنمية الاجتماعية، أيوة وزارة، فمثل هذه الأمور كل سنة حريص شيء مهم، لأن المال لابد أنت مسؤول من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ما تقول هدوكم ها ما ينفع، أنا عندي قد تستعان لي أمور أخرى. صحيح صحيح، وتعود سلبا. بالضبط بالضبط. فكل ما رتبنا أمورنا، أمس واحد يذكر لي يقول يا سالم انتبه، قلت له خير إن شاء الله، قال في بعض المتسولين لهم صلات بأمور أخرى سبحان الله يستغلون، فيعطى هو أجرة التسول والباقي يأخذها الآخرون لتحقيق أهداف مغرضة أخرى سبحان الله. ومرة أنا بنفس لقيت ناس من الإخوة من القائمين في التنمية الاجتماعية المتسولين، قالوا مسكنا قبضنا على إنسان ساكن في شيراتون، في شيراتون، شيراتون ساكن أيام ما كانت شيراتون، الآن ما في شيراتون، في تجديد طيب. أو شيء من الفنادق الأخرى، أنا ما خطفت هناك نعم زين، ساكن في مكان راقي ومن هناك تارك الناس يتسولون. قلت لي كيف يا أخي؟ لا صحيح، قال ثابت لا من تبهيلهم، وقام أعطاني أكثر من تجربة. صحيح. فلذلك المسلم هنا ينتبه، ينتبه ما تأخذ العاطفة. أحسنت. وبعدين ولا أيضا الناس الذين يجمعوا تبرعات يستغلون طيبة الناس وكرمهم. بالضبط. ونعمك بعض الناس ما شاء الله، الله يبارك فيهم. نعم. ولذلك مرة بعض الناس جمعوا مال لعلاج إنسان، قدر الله أن هذا الإنسان توفي قبل أن يذهب إلى العلاج. سألني بعض المشايخ، قال لابد من إعادة الأموال إلى أصحابها، إلى أصحابها أو يستأذن أن ما نسوي فيه كذا، قال ما نعرفهم، قال تصرفوا إلا إذا قلت لهم في الإعلان بأننا نجمع لأعمال البر والخير، على أن هاي محددة 1 2 3 4 5. لكن تقول عشان الشيء الفلاني وما صار، لأنه الله أنت خنته. صحيح. لأن أمانة سبحان الله، أمانة يا أبو محمد، عاد فلوس سبحان الله. هاي قاعدين نتكلم، وبعض الناس ضماير والله أنا استغربت اليوم يعني جالس أتكلم عن هذه الأمور وتأثرت عن حرمة المسلم وكذي، وعدم تتصل بي أحد الأخوات بعد المحاضرة أنا في الطريق تقول لي أنا عندي سؤال. خير يا أختي؟ قالت أنا أربي غنم. والله استغربت يا أبو محمد. يا سلام. ويوم من الأيام يعني وليد يعني تويس صغير ما استطاع يرضع من أمه فأرضعته حليب اصطناعي، ثم تركته في موضع للدفء يعني وسط في المخزن الحشائش. الحشائش معروف. فهو دخل بين حزمتين من الحشائش ومات. تقول أنا ما قادر أنام تو، يا الله أخشى ألا تكون تسببت في قتل نفسه. سبحان الله. قلت لي سلمي على بعض الناس، لا إله إلا الله، الذين يقتلون مئات البشر ويظنون أن هذا تقرب إلى الله تعالى. لا إله إلا الله. والله يا أخوي حتى عندي في السيارة قلت لهم سمعتوا؟ قالوا بس بتوقف ما بتقدر تكمل سياقك. قلت لهم بس هذه المرأة، يا الله. ومرة تقول بس غفلت عن الطيور عشان أنظف مكانهن ما سقيت إن واحد من الطيور مات، إيش سويت وإيش علي أصوم والله إيش؟ اسمع كيف النفس صحيح خايفة. الله يا جماعة. نعم نعم. بينما الآخر الذي مات ضميره ها تجرد يقتل من الإنسانية، يقتل مئات من البشر لا ويبرر له أنك أنت بتحصل أجر. لا إله. يبقى قابلني أنت لمن والله يا أبو محمد يعني نفس. إذا كان هذا الطائر والله تصرب أبو قلب بعض الشباب، بعض الناس يقول لك أنا دعمت قطة. نعم. ويتألم وينام طول الليل، إيش علي يقول أسوي من الكفارات؟ لا إله. قلت لو نعم بك أنت. الله. هذه يا أبو محمد كيف النفس. نعم. النفس لها قيمة عظيمة. لا إله. لكن هذا متى؟ عندما يفكر الإنسان. نعم. لذلك شيخ درويش أنا سبحان الله يقول لك واذكر
كم في الأرض من الناس من جائع غير واجد ما يأكل. يا ربي يوم تأكل اتذكر ذكر كم من الناس جائع لا يجد ما يأكل، وكم من سقيم يجد الطعام ولا يشتهي. ما يقدر يأكل، سبحان الله. صحيح، مريض هو واجد الطعام لكن ما يشتهي. اثنين من الناس يكونوا جائعين، نعم، جائع أن ما وجد وجائع أن ما يستطيع أن يأكل، لأن لو 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 أكل ربما في مضاعفات أو غيره ما يشتهي، ما يشتهي أكل. سبحان الله. يعني شوف ولذلك إحنا عندما نجلس على مائدة الطعام نغذي أنفسنا ونفكر. أنا أتصور لو كل واحد من أبو محمد فكر عندما يأكل هل بيبقى محتاج؟ أكيد لا. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ما آمن من بات شبعان وجايع وهو يعلم. يا الله، تخيل وانت عندك هالمائدة العودة ما بقي شيء، ما مسوي كيف ما يدود. لو بعد يقول لك شو اسمه مربض لك قعود في الصحن، بعدك قوم سامحني كون سامح قعود الحين ما قادر اكل. سووا لك مرة حيد، لا تقول لي. اخذ ابو الفضل. او ما شاء الله. ايه ابو الفضل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ابو الشيخ ابا محمد، ابو محمد وابو عبد العزيز وابو ما شاء الله ابو الفضل، كلهم أسرة البرنامج صراحة، نحييهم ونشكرهم على هذا الاهتمام. ما شاء الله فريق كله رائع. بارك الله فيك، وأنتم الأروع. الله يسلمك، أنتم الأروع. بارك الله فيك. حقيقة أنا يعني كنت أريد أخرج من السيارة حتى أصلي لله تعالى ركعتي عن استسقاء، لأن منذ بداية البرنامج راح أبو الفضل. الله يسلمك. لا لا بيرجع لنا أبو الفضل، انتظرك نباك تكمل قصتك. ما كملها ابو الفضل مسكين. عندك رقمه؟ ما عندنا رقمه مع الاسف، بس بيحاول ان شاء الله يتصل فينا، يمكن في مكان قطع الارسال. ربما. زين ابو محمد، واذكر كم في الارض من الناس من جائع غير واجد ما ياكل، سبحان، وكم من سقيم يجد الطعام ولا يشتهي، فاعرف منة الله عليك. الله. تخيل. فعرف منة الله عليك. ومن هنا حقيقة يعني نحن كلما وجدنا نعمة يزداد علينا يعني مسؤولية الشكر. يعني إنسان تدوم عند الصحة عادنا يكثر واجبه نحو شكر الإله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة. على نعمة الصحة، ونعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ، أيوة، الصحة والفراغ هاتان النعمتان من أعظم النعم، لأن الإنسان إذا فقدهما لا يستطيع أن يقوم حتى بأدنى، حتى طعم الحلا يذوقها. يعني أيوة. واحد مريض طايح على فراشه، لا إله إلا الله، الله يشفي الجميع يا رب العالمين. نعم، هذا ما حاسب شيء، مسكين يعني طعم الحياة راح منه. وبعدها تجد مناضل، وانت نعم. لك مرة القصة ذاك الرجال زرته فؤاد المعاون. نعم صحيح، مناضل. نعم يعني ويحقق من الأهداف ما لم يقدر عليه الأصحاء من الناس، ودور إيجابي في بيته وفي مجتمعه مع ناسه. باني مسجد يعني. باني مسجد، خير، تابع بناء مسجد، بينما الآخر يا لا ينشل لا في أخصاف ولا في طرافس. مالك فلان؟ قال خليك يا أخي، أنا حالي شغل نفسي. لا إله، تمشي الحياة، قول لي شغل بنفسك بيش أنت. قدم نفسك، قدم يعني قدم لنفسك، قدم للآخرين، ترك نعم. بصمة. الله. ترك بصمة واضحة، يوم تموت بيقولون نعم فلان كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان نعم. كذا، أما يوم تموت كنا معقوق قيفة، نسأل الله العافية. والله سبحان الله، في بعض الناس مات فلان قال أتراحة، ومن ثاني يوم إذا ما من أول يوم يا تراحة. نعم الله، نسأل الله العافية والسلامة يا أخي. شفت أخي، بينما لو مات إنسان تحزن يا رب، أظن حتى الدواء نعم تحزن. نعم في تحزن حد. نعم والله، واحد ذكر الله أعلم يقول لك ذباب النحل تبع للقبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن كان مربي نحل. شفت أخي، له عند علاقة ألفة ألفة تصير صحابة النحل استوت عند 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 جنازته. الله أكبر، تبعت لنا. بينما الإنسان
سبحان الله. تنبح كلاب يوم تشوف مشكلة. لا إله إلا الله الحمد لله رسول الله. هذا عاد أنت ونفسك. نعم. يجي تقدم. تقدم لدنياك ولآخرتك. مر يقول لي واحد من الإخوان يقول لي أنا جلست أمام باب إنسان مدة ساعتين. إيه. يقولوا لي ماما قد هو داخل شوف ريول يوم يشوي. لا إله. ودارت الأيام وريت صاف طابور مع الناس. يا ربي. قد شوف كيف الدنيا أولا ما مخلاه يدخل وحين هو الرجال نفسه لأني ما مخلاه يدخل عليه صاف طابور يبي يخلص معاملة أظن كان لو يذكره بيقول بس صاحب أنا كيف بيدخل ومجيته لذلك أنا أقول للأخي أقول لنفسي قبل نبقي لأنفسنا نعم ونقدم لها أحسنت وصدقني لما تفعل جميل تجد ما هو أجمل منه وتعرف الجميل هيش يا أبو محمد ترى الجميل حتى بالكلمة أنا ما أريد لأن أخاف الناس يقولوا لي تمدح نفسك ما أريد أقول شيء لكن أقول شكر الله يعني إحسان الجميع علي غطوني من رأسي إلى أخ مصر قلي قلت لهم إيش قدمت لكم أنا قالت بس ضحكني شوي من رد أبو الفضل يحيى الحضرمي يحيى السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال؟ كيف حالك أبوي؟ كيف صحتك؟ الحمد لله عساك بخير وحي الشيخ سالم النعماني الله يعطيك بارك الله فيك على هذه البرامج اللي كل يوم تتألق أكثر وأكثر تسلم يا أخي تسلم الله هذا بعض ما عندكم أنت تلاميذكم يعني لا والله إحنا اللي تلاميذكم الله يبارك فيك يا حضرمي تفضل الله يسلمك تفضل جزاك الله خير والله بس بغيت أوضح نقطة يعني أنا أداوم في مناطق الامتياز في الصحراء تحية لكم كبيرة وعودة بعد أصحاب الذهب الأسود إيه طبعا الحين واصل مسقط بس الحمد لله على السلام أبوي الحمد لله على السلام الله يسلمكم إن شاء الله من كل شر عيل أسبوعين إجازة أسبوعين لا ثلاثة أسابيع عندي ما شاء الله دو ما شاء الله ما شاء الله أسبوعين هني وأسبوعين هناك إيه نعم رايع تحية لكم تحية لكم نعم الله يحيي بس قبل فترة في صار أمامي موقف يعني فواحد من الدولة الآسيوية بغى يدخل الإسلام وكان يعني مثل ما يقولوا أن ديانتهم غير فجاء عندنا واحد يعني ما شاء الله عليه كان يصليبنا يعني نعم في الدوام نعم فكل مرة يقول له أنا أريد أتعلم دينكم أريد أدخل إسلامكم الله. يقول له يعني لما كلمة يعني استغربت منه كلمة بطريقة غير حلوة يقول له لا تجي عندنا إحنا ما أريدكم يعني استغربت فراح عند واحد ثاني يعني ما شاء الله بعد نفس الشيء رجل طيب وزين فقال له أنا أريد أدخل الإسلام وقال له أنا ما أقدر يعني أنا ما أقدر أفيدك بأي حاجة إلا أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا سلام وبعطيك حاجة أساس أنك تقدر تتواصل مع ناس هم اللي بيخبروك عن كل التفاصيل حلو يقول يمكن أنا أقدر أني أعطيك يعني حاجات مثل أشياء ناقصة الأشياء البسيطة ممكن أنا أعطيك لكن العمق ولا غيره مع الناس المتخصصة وهذا صحيح إيه نعم ويعني ما شاء الله عليه هذاك الشخص الثاني قال أنا أعطيك رقم مكتب مفتي السلطنة وأنت راح تتواصل معهم وراح يخبروك على كل حاجة ممتاز فالحمد لله أنا دخلنا الإسلام دخل الإسلام الحمد لله رب العالمين بس من يوم هذاك اليوم يعني الشخص الأول اللي راح له وقال أنت ما لازم تدخل ديننا وما أدري إيش يعني ألاحظ من هذاك الرجال يومك هذا مريض على الفراش سبحان الله سبحان الله نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية ويعني يمكن تذكر نموذج لكن النماذج الأخرى الحقيقة والكثيرة في 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 مجتمعنا لهم مثل هذه الأدوار بأمانة وذكرنا ربما في حلقات ماضية يعني مركز السلطان قابوس جامع السلطان قابوس الأكبر يعني في مجموعة من أخواننا وخواتنا قايمين بدور وغيرهم في مساجد أخرى وفي أماكن أخرى يعني اللي أذكره أيضا الشيخ سالم نعمان هو ما يحب يتكلم عن هذا الجانب المكرم الشيخ خلفان العيسري
رجل له دور إيجابي وأيضا ما يحب يتكلم عن هذا الجانب نهائيا، لكن يروحوا له إلى البيت، المسجد، المكان اللي يخطب فيه يوم الجمعة، الله يشافيه ويعافيه، وإن شاء الله أيضا نستضيفه في حلقاتنا القادمة بمشيئة الله، ونحضر أيضا لرمضان إن شاء الله يكون أحد الناس الرئيسيين في برامجنا إن شاء الله في رمضان. فهذه أدوار الحضرمي موجودة الحقيقة، لكن إذا سمعنا نموذج نموذجين لا نعمم، عنده ظرف أيضا وربما عنده ظرف، نلتمس له عذرا. أحسنت، هذا نحن نقول حسن الظن بالآخرين، نلتمس له عذرا، حسن الظن بالآخرين الحضرمي. نعم، جزاك الله خير أبوي، جزاك الله خير، مشكور 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 الحضرمي. جميل الحضرمي، يعني طلعنا بعيد بس ما بعيد، في نفس الموضوع، وهذه أدوار الحقيقة، وهذه أدوار قد تمر على الإنسان أبو محمد المنعطفات في حياته. صحيح صحيح، أو قد ألمت به الظروف في ذلك الوقت، ربما ربما نحن لا نستطيع أن نحمله فوق طاقته أبدا، ولكن نلتمس له عذرا ونسأل الله تعالى أن يشفيه يا رب، يا رب العالمين، وأن يعني يفتح له طريق الهداية. آمين يا رب العالمين. ومثل ما نذكر الإسلام وديننا دين تعامل. صحيح، دين تعامل، متى ما تعاملنا مع أي حد، مع أنفسنا، مع الآخرين، مع مجتمعنا، مع المجتمعات الأخرى، بما أوصانا به ديننا ورسولنا عليه الصلاة والسلام وقرآننا في البداية، أنا أتوقع الآخر هو بينجذب لك. نعم صحيح أبو محمد، الله، هي قضية انجذاب، تنجذب بإيش؟ طبعا تنجذب بالمعاملة الطيبة الحسنة، بالمعروف. صحيح، نعم، جميل. هين وصلنا، وحافظ على البسملة عند ابتدائك بالأكل. الله، البسملة أنا دائما أقول لأولادي الطلبة والطالبات، لا تبدأون شيء إلا بسم الله. صدقني أبو محمد، لو أن كل إنسان رجع أبو الفضل، لا يسكر أبو الفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله ليلتكم أخوتي الكرام، كيف حالكم؟ طيبين؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك أبو الفضل، تفضل تفضل أخي الكريم. أول شيء أتوجه إليكم جميعا بالشكر العميق على هذا الاهتمام وهذا الكلام الطيب، بارك الله فيك، مستديرة طيبة، بارك الله فيكم. تستاهل. منذ بداية البرنامج وأنا أحاول ولم أحصل على خط، ربما لتزاحم الاتصالات. على كل حال، إذا نظرنا إلى أهل عمان، نعم، طيب، يعني نحن الحمد لله حسن معاملة، حسن الطيب، يعني قبل بعد صلاة المغرب أخي أبو محمد، نعم، كنت أعمل كذا، بعد ما صليت أردت أعمل رياضة، أحيدك، فالتقيت بطبيب دكتور، نعم، مسلم من أحد الدول الأسوية، نعم، فقلت لي بلا نمشي، يعني لا أقول له 5 كيلو بس مشي فقط. فقال لي، ونحن نتكلم، قلت له كم أنت في عمان؟ قال لي 5 سنوات، هو يتكلم قليل من العربي ولكن بالإنجليزي يكمل. نعم. فقلت له أين كنت قبل؟ قال عمل في دولة كذا وكذا، دولة عربية لا داعي ذكرها. نعم. فقلت له ما هو الفرق؟ قال شاسع علي. قلت له ما هو؟ قال أهل عمان أهل أخلاق وأكثر معاملة وأحسن طيبة. يقول وجدت حقيقة في عمان، وهذا صحيح أخي العزيز، نحن في هنا في عمان معروفين طبعا بالأخلاق وبالكرم، وهذا يشهد لنا الجميع. أما إذا مثل ما ذكر أخ قبل قليل، ربما هذا يعني تفرس شخصي. صحيح صحيح، ونلتمس لأخونا العذر طبعا، ولكن لا ننسى أن هناك الكثير من أصحاب الخير اهتدوا ناس على أيديهم أخ العزيز. صحيح صحيح، زين، ولا يجب أن نعمن على الجميع، إنما أخونا هذا أتى بمثال بسيط، ولكن الأمثلة كثر أخ العزيز. صحيح صحيح، ويجب أن نحسن الظن في الآخرين، ونحن طبعا استقينا هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كان أيضا حسن العشرة، كان أيضا طيب. نعم. لو نظرنا إلى أنه مثل ما قلت، أن حتى يعني سبت زوجة أبو لهب وشتمته وإلى آخره، حتى بذلت كل جهدها، حتى القلادة باعتها في أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله، يعني كأن الله تعالى يقول لها أنت هذه القلادة لا تستحقينها، فأبدلها بحبل من مسد، من مسد، نعم، سبحان الله. حتى أن لما قيل لها أن محمد يعني يقول فيك كلاما، يقول إن أنزل فيك قرآنا أنت وزوجك، فقالت ماذا قال؟ قالت يعني قالوا لها ثبت، قال شوف يعني أبو محمد كيف يعني النساء العربيات في الفصاحة،
قالت هل سمعتموه؟ قال وامرأته أم وامرأته، يعني بفتح التاء أم بضم التاء. سبحان الله. قالنا بلى وامرأته. قالت ويلي إذا هلكت. مو الفرق بين الاثنتين أخو أبو محمد، أخي أبو محمد. لو الله تعالى قال وامرأته بفتح التاء لأصبحت جملة خبرية ليس لها العلاقة بأبي لهب. يعني أصبح هو يعذب دون زوجته. سبحان الله. ولكن لما قال الله وامرأته بضم التاء يعني أصبحت معطوفة على أبي لهب. هنا بقيت أتفكر أخي العزيز كيف فصاحة هذه المرأة رغم أنها لم تتخرج من جامعة. صحيح صحيح صحيح. حقيقة أتت الفرصة في اللحظات الأخيرة. أنا فقط أردت أن أسلم عليكم أبو محمد. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا أبو الفضل. جزاك الله خير. وأشكركم على إتاحة الفرصة. وسلامي وتحيات على الشيخ الفاضل أبا محمد. شكرا شكرا, شكرا جزيلا أبو الفضل. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم أخوتي الكرام. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وما ذكرت في أهل عمان الحقيقة يعني هذا ما يمتاز فيه أهل عمان، هذا يمتاز فيه كل إنسان الحقيقة والمسلم على وجه الخصوص، وأن هناك فروق فردية هذا وارد. وربما ذكرت ما ذكرت عن الدكتور في تلك الدولة ربما أيضا تصرف شخصي من شخص معين، لكن ما نعمم أيضا. ودائما مثل ما ذكرت يا أبو الفضل نحسن الظن بالآخرين. إذن البسملة وهذه من الأشياء. أنا أقول دائما لو كل واحد لما يدور المفتاح السيارة يقول بسم الله، الله تصور أطمئن أطمئن ويستعين بالله تعالى في كل أمور وبيوصل سالم. نعم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وكل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. سبحان لذلك أبتر. أبتر ما في يعني ناقص، ناقص البركة. الله. وهذه رسالة لكل حتى المتحدثين عبر وسائل الإعلام. نعم يا أخي ابدأ ببسم الله وبتحس. أنا أشوف ما شاء الله بعض المذيعين بعد ما الموجز يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ. صحيح. تحصل المتلقي متهيئ ومستمع مثل ما يقولوا في الأرصاد الجوية دائما تابعهم. هذا والله أعلم. والله أعلم. نعم. يعني بيقول لك عن نشرة لكن هذا احنا ما وصلنا إليه لكن من العلم خلال ما وصلنا نحن. نعم صحيح. نحن لكن هيش فوق ذلك يقول لك والله أعلم. وهذا نتصور ميزة عند الإخوان بالضبط في الأرصاد الجوية لهم التحية والتقدير الحقير. نعم. وكل شباب كذاك احنا يعني ما شاء الله عليهم يبدأون ببسم الله. تحيد الرسائل ما الأول. رسائل ما الأول. الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم إلى الفاضل الأكرم المكرم وجناب عاد إذا ما تعرف تخط والله تعبر ما تعرف باسم كون أنت. ويقول حتى ما تعرفون تكذبون خط. أها حقا خطير رسائل وهو بكيفية صيغة بالضبط. وفي ناس متخصصة أحيانا في القرية هناك ولا في الحي معروفين واحد اثنين ثلاثة والثاني يقول ترى أنا ولدي موجود مكان الفلاني أباك تخط لخط ضربه في الرأس. ضربه في الرأس معنويا يعني. معنويا بهذا المعنى. فيعطي منك الجناب الكارم المكرم مش عارف إيش وكذا. فبسم الله الرحمن الرحيم تتصدر كل الخطاب بالضبط. فاليوم اليوم وإحنا جالسين مع أولادنا لغدا لعشاء لإفطار لأي شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وكل بيمينك وكل من ما يليك. هذا درس. أيه. هذا درس المصطفى طبعا. عليه الصلاة والسلام. نعم. اليوم إحنا مع الأسف ربما ما بقول مشاغلنا لكن إحنا أهملنا أنفسنا أحيانا. والله اليوم أهملنا أنفسنا أبو محمد. وانتهيت من المحاضرة تلحقنا إحدى الأخوات ما شاء الله من أحسبها أمي يعني تقول فلان يعني إنسان عنده أولاد اثنين عادلهم سنتين ما يجلسوا معه ولا يسلموا عليه. لا لا لا, لا فوق سنتين 20 قالت لي 20 سنة. لا إله إلا الله. تقول ولا يأكلون عند أبوه. ولا يأكلون عند أبوه. ورينا. ما قدرت أتصور. ورينا. لا وتقول يأكلون من تحت يدينا. حتى مصروف الكهرباء هو يدفع. يلا تفضل. في بست يعني. قلت لي إن شاء الله يا خالتي الله يهديهم وادعي لهم بالهداية والله يعينك يعني. أنا أقول لك إيش الحين أقول لك ما هي مشاغل إحنا أشغلنا أنفسنا. بسم الله راحت علينا. راحت والله. سبحان الله. مرة أنا حضرت أمسية عند حظ بالشباب والحاضرين مساكين من نقليات وشياب وكذا فدل ما يقولهم بسم الله قالهم بسم بقراط. ها؟ يقول بقراط.
قلت له الحين ايش دراك عن ايش جاب ايش دراهم عن بقرات وما بقرات؟ اذا كان تجاري كلمه واحده عادي اي نعم بقرات عشان يقولوا انه مثقف عشان يقولوا مثقف عادي يعرف بقرات اي بقرات ايش تبغى اقول عند هذه المساكين قولهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول بالضبط يقولوا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم ويرتاحون ويجيب لهم قصة من قصص الحبيب بس لا تقولهم خلاف حلم مثل الريان زين محمد حقيقة هذا الكلمة العظيمة بسم الله نعم. فهنا قالوا الباء للاستعانة كأن هذا الإنسان عندما يقول بسم الله كأنه يقول أستعين بالله تعالى على إنجاز مهمتي والسلام. تعرف أن كل المهام في بعض الأحيان صعبة لكن أنت عندما تبدأ ببسم الله يسهل الله لك الله. أنت ما كنت تتوقع تنجزها أو تحققها أليس كذلك نعم. وإذا بك ما شاء الله تجدها أسهل ما يكون أمس لما ركبنا الطيارة مرة الطيار قال بسم الله الرحمن الرحيم الله هذه الكلمة خلتني مطمئن وأنا أشوفهم يشتغلوا قدامي ما شاء الله قال سالم تشوف هاي الطيارة الجديدة من 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 نعم الله تعالى أننا نبرمجها قبل لا تطير صحيح ونعطيها وهي عاتية تودينا يقول بزيدك من شعر بيت قلت له نعم قال له لو طائرتين تعارض خطصيرهن ينسقن مع بعضهن بعض صحيح 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 لكن قال بسم الله بسم الله أنت أنت كراكب وجالس هناك مطمئن وفي تسجيل ايضا للدعاء الدعاء لا طيارين العماريين يقولون وحدهم يقولونها نعم صحيح صحيح يقولونها يقولونها انا رايت طيارين جالس عندهم نعم نعم الطيار الثاني المساعد هو اللي يقول الدعاء صحيح يقول الدعاء ما مكحل في غنزه فتخيل اي نعم فتخيل يعمل لك نوع من الاطمئنان في الطائره خلاص انت يعني سبحان الله ذاك الخوف ذاك القلق الذي كنت تشعر به قبل انت تريد تركب ما تحس به تهدأ تهدأ أيوة نفسيا أيوة اعطاك هو اسمه صحيح وجالس بس قال لي ما بنكلمك عند مرحلتين عند الاقلاع وعند الهبوط اي طبعا هذه المسائل ما خليك بسكرتك الراس اما الباقي يسولفون معي ما شاء الله عليهم الله يحفظهم حقيقه امين يا رب العالمين قلت لك نسور عمان هذول سبحان الخالق سبحان هذول ابطال من معنا حمدان المعمري نعم يا سيدي كيف الحال اهلا يا حمدان يا مرحبا بك يا معمري كيف حالك يا ابو محمد طيب بخير عساك بخير الحمد لله رب العالمين وكيف شيخنا ان شاء الله باسط الله واموره طيبه كيف باسط اذا انت من صحم كان اليوم يا ورنكم كان في صحار مش ناس حمدان ابو سعود معك انت مش ناس ابو سعود ابو سعود والنعم والنعم راعي العزبه راعي العزبة يا ربي الله يحفظك حمدان الله يحفظك هاي العزومة من زمان وما صارت لا تصير ان شاء الله تصير والله ان شاء الله نعم زين اليوم فواده وانا شيخ فقعود هو حاضرين شكرا جزيلا يا حمدان عاد تخيل عشاء قعود عاد تخيل ابو محمد يستاهل والله يستاهل يستاهل ونص يستاهل ونص يستاهل نعم حياك لا كان عندكم عيل في صحار ما خبرك ما خبرنا ايه في صحار انا بروحي لليوم عرفت اليوم عرفت السوالفة تقصير منا بس حشاكم عن تقصير ما منكم قصور الله يسلمك وفيين الله يبارك فيك وفيين كرمكم وحسن سمتكم واخلاقكم خلاقكم الطيبة نعم وصفاتكم الحميدة هذا واجب علينا يا شيخنا واجب هذا واجب تسلم لا هذا محض كرم من قبلكم يعني الله يسلمك حياك يا ابو سعود حياك يا ابو سعود حياك الله يحييك يا ابو محمد جزاك الله خير ايش في العزبه ما سالتك انا المره الماضيه ايش في العزبه عندكم والله العزبه طال عمرك فيها الركاب يعني موجوده الركاب ايش عندك ما انا لشخص ثاني ثاني ابو سعود اقول لك ابو سعود تعطي الاسرار قلت السباق مزينه لكن احنا كلنا تجمعنا هناك موجودين يعني دائما 24 ساعه صيحه عندك مصيحه موجوده مصيحه نعم موجوده علي بالك زياره عطايا الله اي ما شاء الله فضل من الله فضل من الله الحمد لله رب العالمين من انتوا قاعدين تشوفون عابدين وسلطان تبون قعود ولا ايش اول ما تشربون حليب بوش انت يا امرو يا ابو محمد يا امرو ما نيدو هلا ما تفضل يا ابو سعود تفضل
الله يفضل عليكم، بس حبينا نسلم عليكم. الله على شيخنا عزيز. سلمك الله يا اخي. سلمك الله. نشكرك نشكرك. جزاك الله خير يا ابو. جزاك الله خير. شوف الناس كيف، بارك الله، شوف من جمايلها ومن لطفها تتصل عشان تسلم. تسلم. يعني انا متاكد ان في صعوبه للاتصال الحقيقه. الله يبارك فيكم. يتصل مره ومرتين وثلاث بس عشان يوصل على الهواء يقول هالكلمتين الحلوين. بسم الله الرحمن الرحيم من الاساسيات يبدا، ودائما اقولهم دائما لا سهل، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، فاجعل لنا من كل صعب سهلا ونستفتح بالذي هو خير. والله. فيبدا الانسان في الاكل بيمينه ويشرب بيمينه، فان الشيطان ياكل بيساره ويشرب بيساره. واذا كان مضطر لا لا شيء اخر مرفوع عن القلب، الدين واسع. ايه مضطر كمريض او غيره والى اخره. يعني مثل احيانا البعض ما يعرف يكتب الا بالشمال. عسماوي عسماوي أمور طيب حتى يذبح. نعم صحيح. ما شاف بس وشاف لا يسألونه وقالت قلنا يذبح بس حتى ذبيحة خليك طبعا 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 ما يذبح يمشرق عاد نحو القبلة بس كذا. فسمعت قصة يعني ما علم ما نروح بعيد، واحد يكتب من الشمال مدرس كل ما يشوفه يضرب على ايده. وابو يا ود حلال انا ما اعرف اكتب على اليمين، ما اعرف اكتب على اليمين. يقول لك الى اليوم هذا الانسان ما يعرف يكتب يعرف يقرا، كره الكتابه. اعوذ بالله من الشيطان. كره الكتابه نهائيا يا ابوي. ما ينفع بالعكس. انا اشوف ما اقدر. الناس اللي يكتبون باليد اليسرى عندهم خط عجيب جميل. ايوه ومتمكن ما شاء الله. انت حتى الان في الكوره حتى الهدافين سبقت انت الهدافين منهم ما اشهرهم حد يعرف اشهرهم من اللي على الشمال؟ اسماوين ميسي. صراحة بيدخلون ميسي خلاص بيجيب في النشر الرياضي. في نشر الرياضي يعني من لليوم من بريك اليوم احمد بريك يستعد. زين زين. فبسم الله الرحمن الرحيم تسهل الأمر. أيوه. وانوي بالأكل التقوي على طاعة الله تعالى. نعم. أيوه لما تأكل تقوى على الطاعة تؤدي. صد في بعض الأحيان إنسان يأكل والعياذ بالله ليتقوى على سرقة على الآخرين. ما عاد ما بندخل. ما بندخل عدنا. الله هي شنية الله. شوف بالله خبيث ومبيت نيته على كي إننا تراني آها لا تقرنا وايد محمد. ثم الحمية. شوف الحمية ايه؟ المسلم دائما يراعي الصحة أيضا لأنها نعمة. صحيح. والتسبب في فساد الصحة أو إيذاء النفس هو كفر للنعمة. كفر للنعمة. كفر للنعمة. لا تكفر الله في نعمة نعمها فإنما يربط النعمة شكرانه. الله. وكفر النعمة يعني أن يحافظ الإنسان على تلك النعمة باستعمالها فيما أراد الله سبحانه وتعالى. ولا تأكل في كل يوم وليلة أكثر من أكلتين إلا أن تقدر على ذلك أو ترفهت بشيء قليل بعد الطعام. إذا كنت غنيا يعني شوية كيف الناس مساكين أو كنت ضيفا لأحد من الناس ولم تساعدك نفسك على الصبر ولم تخف من ذلك ضررا فلا بأس عليك منه إن شاء الله. شيخ درويش باشا فالحين اللي سوى بعد الغداء وأثناء الغداء وقبل الغداء وقعت مباها هذا الخطر عودة بعد حتى نفسك انت ما لو احيان الواحد على حساب اشياء كثيرة لا. يعني بيتك احيانا راتبك احيانا تتسلف. ذاك الشيخنا اشار كلمة عجيبة وهذا عملوه الاخوة في الشباب في البريمي. نعم. ذكرت لك مرة هي جزاهم الله خير. عندهم فريق والان لقيت والدهم قال خلاص الحين الحمد لله وفروا سيارة خاصة بهم. الله. بهذا المجموعة أن الطعام الذي يفضل ما يور يعلب من جديد ويرتب. ممتاز. وكان الفقراء يأتون إلى المركز قالوا لهم لا تأتوا نحن سنصل إليكم. شوف الأفكار. أيوة. اسمع الشيخ درويش. وإن سمحت نفسك ببذل ما فضل من أكلك أن تنفقه لوجه الله للفقراء فهو خير لك من أن تحمل معدتك ما لا تطيق ليمتلئ البطن وتشتغل بنفخه ورياحه وتخليته من بعد. يلا تعذب عمرك. فأقول بدل ما تترس عط الفقراء. وهذه الحين حتى في المناسبات. نعم. وإحنا
نحيي شباب في هذه المواقف وأصحاب الفرق الجميلة. صحيح. زين الآن حتى في الولائم مخففين وزعوهن على الفقراء. لو تتذكر قاسم العجمي ذكر لنا مواقف جميلة الحقيقة المرات الماضية. وزيدك من شعر بيت. عندنا الإخوة في جامعة سلطان قابوس في كلية الزراعة الآن قاموا دراسة وهي أن يستعيدوا الطعام الفاضل بأن يعاد ويعمل منه علف للحيوان. هذه بعد فائدة ثانية مع خلطات أخرى. إيه ممتاز. اتفقوا مع أحد المطاعم بأن كل ما يفضل يرجع إليهم. حلو. فهم أضافوا إليه بعض الإضافات والمواد ليكون فوجدوا علف نافع للحيوانات. ممتاز. ممتاز. بمعنى أن النعمة لابد أن نحافظ عليها. أما الورهة مثل ما خطر التبذير والإسراف في بعض الأحيان. صحيح. يعني تجد ولذلك الله تعالى قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. شوف تشبيه. نسأل الله أن يجعلنا لا يجعلنا منهم. آمين يا رب. وكان الشيطان لربه كفورا. بمعنى الإنسان لو دخل في هذا المستوى وصل هذا المستوى يكون تابع للشيطان والعياذ بالله. فحقيقة النعمة ضروري لأن هذا من حقوق النفس. وكل ما اعتدلنا الوسطية. يعني ما يمنع أن احنا نكرم ضيفنا هذا موضوع آخر. لا بالعكس. لكن المراد لإكرام الضيف راحته. أحسن. ماش قاوته ولا أقعد له أوقات بيجيب لك مضيف وجبات خفيف ولطيفة جميلة عاد ما بخبرك عن المقبلات. صحيح. وانت تاكل وانت مستمتع مستمتع قايم فوق السترة. صحيح. وفوق السفرة. وانت مريح. لكن بعض الحين نفسك ما قادر تطيق ما قادر تقول عليك نص الليل داق الذبيحة. يلا كل عاد بيوديك للسرير. تبالك شيء دفعك. صحيح. وهين لين يجيك النوم ولا غيره تتقلب يمين وشمال. كل واحد يراعي ثلثه. بالضبط. من زمان احد الخطباء يتكلم عن ثلث وثلث. سمعت ايش قال؟ خلاف يوم مر علي واحد من الشباب له قاعد صني جالس يضرب. قال لي كيف؟ قال لك الواحد يراعي ثلثه. وبرا قاعد له قاعد له. انت خطيب او معلم او اعلامي واويك متابعينك نقطه نقطه لو زليت جاب عمرك كل شيء منساي باقي انت وكانك انت الذي هذا اللي نقول عنه. نبدأ حلقتنا وننهيها بحسن الظن بالآخرين. عم أمورك طيبة. ما ينفع. صحيح محمد. صحيح صحيح. يعني ما ينفع. ونعتذر لهم ولكن مع هذا الإنسان أيضا لا يوضع نفسه مواضع التهمة. لا لا أكيد لا. يعني ما أقولهم والله بقول لك مواضع التهمة تقيتوني أنه واقف على باب خمار. قالوا هو نعم أنا علام اليوم هناك. داير راسه شعير. أقولهم أنا المتسبب في هذا الكلام. أيوة. وبعدين عاد أقولكم والله تراني. لا ما ينفع. ببرر وما ببرر. إيش وداك هناك؟ مثل واحد صاحب خمارة يبيع الخمر ويلقى الحكم. كاتب على باب الخمارة رأس الأمر مخافة الله. قلنا حيها الحكمة. لا حول الله ولا قوة إلا بالله. في غير موقع والله والراس الأمر محمد الله ما هو هيش مسمي الخبز خبش. فهي هذه المسألة يعني. أيوة. أنت لا ترمي نفسك في شيء. أيوة. لأن نفسك مصانة. نعم نعم. لا تعتدي عليها ولا تسمح بالآخرين أيضا. أحسنت. يعتدوا عليها. ما تقول ولا ذاك الإنسان ما يوقع نفسه يمشي مع كذاك. نعم. هين سيف وقال سيفي في الجبل. في الجبل. وخلاف طاح في المسألة. حين وقفنا عشان نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. ونكمل على الأسبوع نفسي قلبي إلى ما قرني داعي. يكثر أسقامي وأوجاعي كيف احترازي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي. هذا سنبدأ بهذين البيتين إن شاء الله. وبنتكلم عن النفس المطمئنة. حلو. والنفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة بإذن الله تعالى. أمورنا طيبة بتكون. أمورك طيبة. أيوة إن شاء الله. طالع هالأسبوع مكان لا موجود بهلة عندي. زين يستاهلوا يوم الجمعة. استاهلوا. وعندي بكرة في معهد العلوم الصحية الوطية ما شاء الله. وعندي يوم الخميس ما أدري وين بعد. وعندي يوم الأحد في أكاديمية السلطان قابوس الجوية. وعندي في مدرسة استهلوا. الإمام خنبش تكريم الطلبة المتفوقين خنبش في مصنعة مبدأ. زين مبدأ بلاد الخليل. نعم.
لك التحية أبو محمد شيخ سالم النعماني، جزاك الله خير، نورتنا وشرفتنا كعادتك، متشكرين. وتحية لكل المستمعين وكل من تابع وكل من اتصل، ونعتذر للي وصل أو اعتذر أو اتصل وربما الخط كان مشغول. تحياتي أنا خالد الزجاري. قام أحمد، قام أحمد بريكي يستعد للنشر الآن الساعة 10، وتحيات سلطان المعمري وتحيات عابدين البلوشي. الأسبوع القادم نلتقي دائما على خير وعلى محبة. عمان أمانة، حافظ عليها وحافظ عليها، وكن دائما معول بنا، معول بنا، في أمان الله. شكرا. عيونك النجم في الجو زائ سكناها، وروحك الغيم في الآفاق مسراها، وفي يمينك أقمار وأشرعة، وفي جبينك دنيا أنت معناها. المسلم الإشراق فيك على كل الربوع، وضوء منك يغشاها. لولاك يا مسلما ملت مرابعنا في الكون حتى تعيد الحق تياها. عيونك النجم في الجو زائ سكناها، وروحك الغيم في الآفاق مسراها، وفي يمينك أغمار